رانا لايف. السلام عليكم. السلام عليكم ازول في اللون الناس اللي هم يشوفوا فينا. اولا نقول لكم نعتذروا لانه صرا ديكالاج، صرا ديكالاج اليوم باش نديروا 8 تاع الليل في الجزائر، 9 تاع الليل لانه هنا بدلنا ساعه في امريكا، فالغلطه تاعي بلايمي كما نقولوا، وما نهضروش على سفيان اللي خليته مسكين يستنى. دونك بوبليكمون انا نبدل الاعتذار تاعنا لسفيان لانه بيان سور انسان، هو انسان بيزي دونك يسحقوه بارتو، و دا شويه وقت باش يريح معنا هنايا ويفيد باش هكذا الناس كامل تستفاد. وبيان سور معنا الدكتور محمد التنوسي من نخب والجاست تاعنا، حبينا نخرج لكم ديريكت مو هكذا باش نكونوا كول، ماشي زعما نطلعوا البيكتشر وطلع وهبط ايتترا. دونك مرحبا بكم اليوم في دائما مع لا سيري تاعنا تاع البوت كامبس فور ارتفيشال انتيليجنس، دونك المخيمات الافتراضيه للذكاء الاصطناعي اللي نديروها الان. رانا في الطبعه الخامسه. نقول لكم مرحبا بكم ازول فينا وكامل الجزائريين اللي يتابعوا فينا، سواء اللي مختصين في الذكاء الاصطناعي ولا كيف الناس اللي ماشي مختصين في الذكاء الاصطناعي. رانا عندنا قامه جزائريه كبيره اللي هو راه الان كونكتد من قطر، وحب يكون معنا اليوم باش نستفادوا منه كذلك. محمد اذا عندك اشياء تقولها المشاهدين اللي يشوفوا فينا. شكرا شكرا اخ مراد، شكرا للضيف تاعنا سفيان عبار، دونك مرحبوا به. السلام عليكم اللي راهم يشوفوا فينا كاع، الزول في اللون كما قال اخ مراد. دونك حصه جديده من الاي اي ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال مع الضيف تاعنا خاص اللي فريمون كما قال مراد اللي اوكيبي، مي فوالا غادي يعطينا ساعه ولا ساعتين من الوقت تاعه يبارطاج ان تي بو ليكسبيريونس تاع اللي دارها ان بو بارتو فيما يخص الذكاء الاصطناعي. ونشكرك تاع مراد فني على التنظيم هذا، ويمكن نعطي الكلمه سفيان بلاتر يقول كلمه ولا يرحب اللي راهم يشوفوا فينا. رانا 200 بيرسون ا بو بري بارطاج 210 215 223، فرانشمون سي بيان. دونك بارطاجو الماكسيموم، انا باغي نغاشي يشوفوا يتعلموا سيرتو باسكو الاخ سفيان غادي يحكي لنا على يدينا بريزونطاسيون، يحكي لنا على موضوع يكون هام سيرتو اللي يبارطاجي معنا الصوالح اللي يديرهم في قطر. سي ان تخيك امبورتون جو بونس، يمكن يساعد ولا غادي يساعد كثير منكم الشباب ولي زيتيديون في الماسترز ولا في البي اتش ديز اللي راهم يبريبارو دي دكتوراه ودي بروجي تاع الماستر في الذكاء الاصطناعي. اليك الخط سفيان اللي تقدر ترحب قبل ما نمد الكلمه لسفيان. سفيان الجاست هو نخليوه هو الاخراني نحكي واش كاين اليوم. واش كاين اليوم؟ اليوم عندنا لقاء مع باحث ومهندس برمجيات في قسم الحوسبه الاجتماعيه في معهد قطر لبحوث الحوسبه، مع الدكتور سفيان عبار. هو جزائري، نجيب لكم غير الجزائريين اللي تقدروا تستفادوا منهم. هو باحث عنده يقدر يقولنا الاكسبيرينس يعني الخبره تاعه، يعني هاو ماني ييرز اللي راه في معهد البحث ولا معهد قطر للبحوث الحوسبه. يتكلم لنا اليوم على موبيليتي اند ارتفيشال انتليجنس. علاش اليوم نتكلموا على موبيليتي اند ارتفيشال انتليجنس؟ هي اشياء ولا مشاكل اللي نشوفوها بزاف في الجزائر، خاصه فيما يخص التنقل، وكيفاش نقدروا نستعملوا تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من اجل حل هذه المشاكل. وين الدكتور سفيان عبار ان شاء الله اليوم يتكلم لنا على حول هذا الموضوع، عنده سلايدز يتكلم لنا عليهم ان شاء الله. سفيان اليك الخط. يعطيكم الصحه، السلام عليكم جميعا. والله غير شرف لي اخويا مراد ومحمد على هذه الاستضافه الكريمه جدا، من مده وانا نتابعكم. بور لانيكدوت، كاين بالك قبل ما تبدا الحصه هذه تاع ولا البرنامج البروغرام تاع مباشر تيكون فالي، مراد كان اتصل بيا وانا شغل حطبته في هذاك الوقت سيغتينمون كو قلت نجاوبو من بعد نجاوبو من بعد. جات فرصه الحمد لله، عاودنا دخلنا في اتصال، وصراحه لي الشرف يعني لما شفت كل العمل اللي عملوه والامباكت اللي هم يديروا فيه في الجزائر خاصه مع الشباب تاعنا، قلت يعني الواحد يتشرف انه يكون قطعه ويكون جزء من هذا العمل الكبير اللي هو ينجز من طرفكم مراد وسنود ومحمد. مره ثانيه مرحبا بالجميع، ان شاء الله راح تقضيوا معنا سويعه تكون مفيده شويه، راح نتكلموا فيها على عده مواضيع متعلقه بالبحث العلمي وبالمجال البرمجيات ومجال الحوسبه، ونحاولوا كيفاش نركزوا على مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، خاصه فيما يتعلق بالتنقل الحضري اللي هو الاوربن موبيليتي.
شكرا لك صحة دكتور سفيان. سفيان اليوم حتستمتعوا بالعربية الفصحى تاعو. انا نقول لكم الناس اللي العربية الناس اللي تستنى العربية الفصحى بالتكنولوجيا اليوم حتستمتعوا. اليوم العربية الفصحى تاع سفيان نقدر نمد لكم يعني نقدر نمد لكم فقط أمثلة. سفيان نشوفه كثير في الجزيرة. صباح الخير ولا صباح الجزيرة. سفيان صبا في صباح الخير وفي مساء الخير. الله غير صح. سفيان نشوفه بزاف في الجزيرة وما أدراك ما الجزيرة، يعني قناة معروفة جدا ولازم تكون عندك قدرات كبيرة في اللغة العربية باش تجود وتتكلم بالفصاحة. سفيان نشوفه يتكلم فصاحة كبيرة، يعني فريمو حاجة حاجة. أنا فخور جدا بال يعني باللغة كجزائري، لأنه كثير من العرب يظنون باللي ما نتكلموش العربية الفصحى، وسفيان كي يشوفوا في الجزيرة ويتكلموا كيفاش يعني يخلط بين التكنولوجيا والعربية الفصحى بالفصحى هذه شيء رائع جدا. فالناس اللي يحبوا يشوفوا يستمتعوا باللغة العربية وبالفصحة اللغة العربية مع التكنولوجيا اليوم الموعد، ورانا نشوفوا 300 رايحين 320 الناس راهي الناس هي داخلة. ونقول لكم عذرا نعتذروا منكم سنيتوا شوية ساعة واحدة أخرى لأن أسرة ديكالاج، فهذه كان خارج عن نطاق تاعنا ما كنت على بالي، وممكن نعتذر كثير من الدكتور سفيان عبار. نمد البايو قبل ما سفيان يدخل معكم بالبرزنتيشن تاعو. الدكتور سفيان عبار is a senior researcher and software engineer in the social computing department at Qatar Computing Research Institute since 2011. الله يبارك 9 سنوات قريب 10 سنوات. Before joining QCRI, Sofiane worked as a temporary assistant professor at the University of Paris-Dauphine, Paris-Dauphine, 2010. Sofiane earned his PhD from University of Versailles, Saint-Quentin on Yvelines, France. Saint-Quentin on Yvelines. Saint-Quentin on Yvelines, خويا خلاص France. صحيح، يعني ثاني France. No, my PhD student is describing that. I'm going to be خير، I'm going to be determined to كامل. Sofiane in his PhD from the الجامعة in collaboration with Alcatel Lucent Bell Labs. He holds a master's degree from University Paris Dauphine 2007 and the computer science engineering degree from Ecole Supérieure d'Informatique XENI اللي هي الان ايزي في 2006 in Algeria. Currently Sofiane is leading the urban computing activity at QCRI with a specific focus on using AI, artificial intelligence, and machine learning to tackle big challenges related to mobility, maps, traffic congestion, urban planning, and city resilience. He initiated and led several projects with the key public entities in Qatar, including Ministry of Transport and Communication, Minister of Interior, and TASMU Smart Qatar, as well as private companies such as Karwa Taxi, Go Rafiq, and Al Jazeera Media. Sofiane has co-authored over 60 papers and articles in international peer-reviewed journals and conferences, and has deployed several large-scale and real-time systems for social media analytics, map making from GPS, trace, and satellite images, and recommender system for news. ونحي هذه فيت في باش نقرا واش كاين من تحت. الله يبارك ريزومي impressive ريمو. He act as a PC in several conferences including ACM, SIG Special, IAAA, MDM, ACM, CHI, AAAI, ICWSM, and ACM, CIKM. Thank you very much. يعطيك الصحة الدكتور سفيان عبار اللي راك معنا اليوم. يعني نحن فخورين جدا بال يعني حقيقة نحن فخورين جدا أنك تكون معنا اليوم، ونعطيك لك الكلمة باش تبدأ البرزنتيشن تاعك. رانا أكثر من 340، وقولوا للناس اللي هم يشوفوا فينا بليز شير، الناس كثير حتستمتع اليوم. وإليك الخط دكتور سفيان عبار. شكرا جزيلا مراد على هذه المقدمة الممتازة، يعطيك صحة. ما كنتش عارف أنه راح تكون طويلة بهذا الشكل، وما كنتش عارف أنك راح تقولها كامل يعني في المباشر. ممكن إضافة فقط صغيرة قبل ما نبدأ. سفيان عبار من ولاد موسى في ولاية بومرداس، درست في ولاد موسى بعدين مشيت الجزائر العاصمة، خديت البكالوريا تاعي من ثانوية الإمام عبد القادر، ثم درست في المدرسة العليا للإعلام الآلي لوزي اللي كانت ليني. بعد 5 سنين مشيت لفرنسا عملت ماستر ثم دكتوراه،
ثم اشتغل سنه هناك، ومن بعد انتقلت لقطر وين بديت نشتغل as researcher and software engineer، واشتغلت في عده مشاريع. فحبيت فقط نعطي له باركور هذا حتى يعني نشوف الشباب انه ممكن المسيره المهنيه والمسيره التعليميه تاعهم انها تتطور بشكل ممكن ما يشوفوش اليوم. على كل موضوع المحاضره اليوم راح يكون على تقريبا موضوع الزحمه المروريه واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج والتعلم الالي لمحاوله حل هذه المشاكل، ولكن ساحاول كذلك ان اعطي بعض النصائح وان ان ان to share some information and feedback and my experience doing research in these topics. And of course راح نكون ساخلط بعض من العربية وبعض من الإنجليزية، مراد حط البار very high في اللغة العربية. في الحقيقة يعني في الغالب نحضر قبل ما نتكلم، لهذا يكون الانترفنشنز تاعي الميديا يكونوا ملاح، ولكن لما نعملها هكذا بشكل تلقائي راح I will have some struggles. فخلينا نشوف. أول حاجة حبيت نبدأ بها هي الجميع اليوم يسمع بهذه المقولة اللي تقول أنه البيانات في عالمنا اليوم هي البترول الجديد. يعني هناك كثير من الاقتصادات العالمية وكثير من الشركات العالمية تعتمد أساساً على البيانات من أجل إنتاج ثروة، خاصة منها الشركات اللي موجودة في سيليكون فالي مثل جوجل مثلاً، فيسبوك، مثل أبل إلى آخره. فهذه الجملة معروفة ومنتشرة كثير، ولكن when it comes to practice يعني في التطبيق أو في الحياة الواقعية من الصعب جدا للشركات أنها تعمل what we call data monetization، يعني أنها تحول البيانات تاعها إلى ثروة مالية. وفي هذا من خلال هذا البرزنتيشن راح نعملها اليوم راح نحاول نقول لكم طريقة من الطرق اللي سلكناها احنا هنا في معهد قطر لبحوث الحوسبة اللي مكنتنا في الأخير أننا نحصل بعض الأموال من خلال البحوث اللي عملناهم. طبعاً مش هذه راح تكون الطريقة الوحيدة، هناك طرق أخرى، ولكن this is the work that we worked، يعني احنا هذه الطريقة اللي أخذيناها والحمد لله اشتغلت معنا. الآن لما نتكلموا على data monetization in general، هاد الفكرة data monetization أو تحويل البيانات إلى ثروة اقتصادية ما هيش جديدة وما هيش حاجة صغيرة. يعني هذه متعلقة أساساً بما يسمى بالتحول من الاقتصادات التي تعتمد أساساً على المحروقات مثل الجزائر مثل قطر إلى اقتصادات تعتمد على المعرفة، the knowledge based economy. We do the transition. الآن هناك كثير من الدول في العالم عملوا reports for vision، يعني عندهم استشراف، نظرة استشرافية للمستقبل. في قطر مثلا عندهم what they call Qatar Vision 2030. هذا تقريبا برنامج واسع يشمل جميع المجالات الحياة الاقتصادية السياسية الاجتماعية، ويحاول يرسم نظرة على المجتمع القطري في 2030. كانت عامل تقريبا 15 سنة. بعدين اللي الشيء المهم في هذه النظرة أنه هذه النظرة حولت إلى مجموعة من الخطط العملية. فإحنا أنا لما مثلاً بديت نشتغل مع معهد قطر لبحوث الحوسبة أعطوا لي كتيب صغير اسمه العنوان تاعه Qatar Vision 2030. بعدين تقدر تقلب في الكتاب هذا وراح نلقاو المعهد تاعنا موجود في الخطة ضمن الخطة الشاملة هذه تاع Qatar Vision. بعدين داخل المعهد فيه صفحة مخصصة للمجال البحث التاعي اللي كنت نشتغل فيه، وفريق البحث التاعي هو Social Computing أو الحوسبة الاجتماعية، وطلبوا منا أن نوضعوا هذه الكتيبات أمامنا يعني في المكاتب. فكل مرة لما تروح للشغل راح تقدر تشوف الكتاب هذاك وتتذكر أن العامل اللي تعمل فيه يوميا راح يساهم في خطة وطنية شاملة تسمو إلى تحويل قطر من دولة تعتمد على البترول إلى دولة تعتمد على المعرفة. عملت بعض البحوث على الإنترنت وجدت أن الجزائر كذلك مثلا عندها بعض المحاولات، مثلا فيه الـ World Bank، البنك الدولي كان ساعد الجزائر في إعداد ورقة نقوله أو خطة اسموها Algeria Vision 2035، وفيها كذلك مجموعة من المصادر أو مجموعة من النقاط المهمة التي يجب على الجزائر أن تطورها من أجل التنقل أو من أجل إنقاص اعتمادها على البترول. الهدف الكبير هو كل هذه الدول تصبو إلى أن تكون مثلاً أن تحتذي بالأمثلة التي لاقت نجاحاً مثل مثلاً مثال سنغافورة اللي قدرت تخلق ثورة كبيرة وتعمل تحول رقمي كبير من غير الاعتماد على المصادر الطاقوية. الآن لما نحب نعمل هذا knowledge based economy وش معناها؟ معناها لازم تكون عندنا اقتصاد مبني على المعرفة، معناها لازم نحول هذه المعرفة إلى اقتصاد. يعني في الأخير اللي نحبون نعمله أنه نحول المعرفة إلى أموال، إلى سيولة، إلى money generating، إلى فنحتاج processes to do this.
الآن القطبين الكبيرين في هذا التحول هما القطب الأكاديمي أو القطب المعرفي، احنا نسموه أكاديميا أو ريسيرش. في الجزائر نقدر نفكر مثلا في كل الجامعات الجزائرية، ممكن كذلك التفكير في كل معاهد البحوث مثلا كما السيريس كما السيديتيا كما كل مراكز البحثية الأخرى. هذه المراكز البحثية من جانب، هذه الأكاديمي أند ريسيرش. من الجانب الثاني عندنا القطاع الاقتصادي اللي فيه مثلا كل الشركات وفيه الإيكونومي، يعني كل الشركات وكل المتعاملين الاقتصاديين اللي يساهموا في الاقتصاد الوطني. والفكرة هي أنك تربط، نحاول خلق جسر بين هذين القطبين، يكون جسر فعال وحقيقي ويخلق ثروة حقيقية، يخلق added value في المجتمع. فاحنا مثلا في قطر من خلال تجربتي في 10 سنوات هذه جربنا يعني كثير من عملنا، اشتغلت في كثير من المشاريع البحثية مع شركات under different models، يعني بعض منها يشتغل بعض منها ما يشتغل. في الأخير يعتقد المحصلة أنه حتى ننجح في مشروع مشترك بين الجامعة وبين مركز البحث وبين المتعامل الاقتصادي لازم تتوفر 3 شروط رئيسية حاولت نلخصها في هذه النقاط. الأول شيء هو local relevance، أو أن المشكل يكون عنده أنانكراج، يكون موجود في الواقع، يكون واقعي، يكون ينبثق من البيئة اللي توجد فيها هذه المراكز البحثية واللي تعمل فيها هذا المتعامل الاقتصادي. فإحنا نشوف مثلا ما هي المشاكل الموجودة حولنا ونحاول نحلوها. الشيء الثاني هو الميتشوال انترست. الساينتست الباحثين في الغالب واللي يشتغلوا في الجامعات يكون عندهم انترست، يكون عندهم اهتمامات ببعض المشاريع البحثية وببعض المشاكل. هذه المشاكل ممكن تكون completely disconnected from reality ولا from their society. فمثلا واحد موجود في الجزائر ويشتغل على مشروع ما عنده ولا علاقة بالجزائر، أو ما عنده ولا impact، ما عنده حتى ما فيش applications لهذاك المشروع في الجزائر. أو فيه شركات كذلك عندها احتياجات غير موجودة. فالفكرة هي أنه كيف ممكن نقرب وجهات النظر بحيث أن نخلق مشاريع بحثية لتكون تهم الجامعيين، تهم الباحثين، وفي نفس الوقت تعطي added value أو تساهم في مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في خلق ثروة أكبر. النقطة الثالثة المهمة هي global impact. يعني إحنا لما نعمل مشروع بحث ماذا نريد في الجامعة أو في المركز البحثية؟ نريد أن ننشر وثائق بحثية، يعني we need to publish in good conferences and good journals. We need to create IP، نعمل patents. This is very important and this is how we are evaluated at the end. في آخر السنة التقويم أو تقييم العمل أو المخرجات على المراكز البحثية مبني على تقريبا هذه الأمرين الرئيسيين، اللي هما عدد الأوراق البحثية التي نشرت في طبعا في المجلات أو في المؤتمرات الكبيرة، وكذلك عدد الباتنتس أو براءات الاختراع، إضافة إلى يعني التك ترانسفير، هذه الأمور اللي خرجت جديدة. وبالنسبة للأندستري، لماذا مهم للمتعامل الاقتصادي أنه المشكلة اللي يحلو يكون عنده أهمية عالمية ولا يكون عنده relevance عالمية أو على الأقل regional؟ لأنه راح يسمح له أنه يكبر البزنس تاعه. فمثلاً لو تحل مشكلة في الجزائر، ممكن هذاك الحل اللي تكون عملته ممكن تروح and you're producing in other countries، تروح لدول تانية وتحاول تعمل نفس الشيء، فتفتح new markets، you expand your business and so on and so forth. فالشيء الأول لما نتكلم على local relevance هي how would you define your research problem. فلو تكون مثلا باحث في معهد أو تشتغل في جامعة أو تكون مثلا طالب دكتوراه أو طالب ماستر وتحب تبعث على مشكل تحله، فيه في الغالب احنا في الأكاديمية there are 3 ways to do this، في 3 طرق. الطريقة الأولى هي أنك you keep doing or working on your PhD topic. فمثلا أنت تعمل بحث في الدكتوراه ثم ترقى وتصبح أستاذ جامعة، تبقى تشتغل في نفس المشروع البحثي. وكان فيه كثير يعني أساتذة جامعيين يشتغلوا في نفس الموضوع لـ20 سنة 30 سنة، ما فيش عيب في ذلك، يعني في كثير الناس يشتغلوا بهذه الطريقة ويعملوا يعني بحوث ناجحة. ولكن في كثير كذلك جامعيين أو أكاديميين في أمريكا، خاصة في جامعات مثلا بيركلي أو ستانفورد، يخدموا كثير على البروجيكتس اللي عندهم economical relevance، يقولك أنه ما لازم تشتغل في نفس المشروع لمدة أكثر من 5 سنوات في الجامعة. 5 سنوات لازم تغير فكرة وتغير توبيك. طريقة تانية اللي نشوفها كتير هي أنه فيه بعض الناس يشتغلوا في الجامعات وفي مركز البحثية، فوش يعملوا؟ يروحوا يقرأوا المناشير البحثية اللي تنشر في كبريات المؤتمرات ولا كبريات المجلات البحثية، مثل مثلا NIPS for Artificial Intelligence ولا CVPR Computer Vision، Sigmod Databases. بعدين يحاولوا يشوفوا ما هي المشاكل الحديثة، يعني what are the new challenges في هذه المجالات البحثية، ويحاولوا كيف يكون لهم contribution، يعني يحاولوا يشوفوا ما هي آخر تطورات المجالات هذه، ثم يزيدوا الدلتا تاعهم، يزيدوا يعملوا بحوث ويحاولوا كيف يحسنوا مثلا الموجود اليوم. هذه كذلك طريقة ثانية. الطريقة الثالثة اللي أعتقد أنا حبيتها شخصيا هي أنك فقط تتوقف
وتشوف تلاحظ في المحيط تاعك وراح تشوف انه فيه مشاكل كبيره جدا. يعني في اي مجال من مجالات البحوث العلميه راح تشوف فيه مشاكل. بعدين لما تشوف هذه المشاكل which are real life problems, هذه مشاكل حقيقيه, انت as a scientist كباحث او كاستاذ جامعي تحاول كيف تحط الايفورت تاعك يعني تركز الوقت تاعك والجهد تاعك والتفكير تاعك في حل هذه المشاكل. انت الوقت تاعك هذا راح تحطه في مشروع بحث, فلماذا لا تضع في مشروع بحث اللي راح ممكن يكون عنده social impact, يكون عنده impact, يكون عنده فاعليه على المجتمع والمحيط تاعك المباشر. فمثلا نضرب لكم فقط مثال وراح نتكلم, انا راح نقول لكم كيف احنا لماذا اشتغلنا على الاوربن موبيليتي يعني through this process. في الجزائر كاين مشكله تاع انترنت الباندويث, سرعه التدفق تاع الانترنت ضعيفه جدا. عندنا كثير مراكز بحثيه تشتغل في networks and communications, اشتغلوا في الشبكات هذه تاع التواصل كثير في السيريس مثلا, اعتقد في سيديتيا, ولكن في كثير جامعات كذلك في باحثين لبس بهم يعني ينشروا بحوث في مجله مرموقه, ولكن اشتغلوا على مثلا دي بروتوكول نيو بروتوكولز امور شويه خلينا نقول ليست تطبيقيه يعني امور كيف تقول ثيوريك ثينجز. فالفكره لماذا مثلا ما نحاولوش يشتغلوا على مشاريع بحثيه في نرفع نسبه التدفق تاع الانترنت بغير ما نلمس الفيزيكال انفراستراكشر. مثلا انا عندي انفراستراكشر, عندي كيبلز موجودين, هل نقدر نلعب على الابليكيشن لاير بحيث انني نحسن؟ فلو اشتغلوا على مشاريع مثل هذه ممكن مثلا يدخلوا في اتصال مع شركات محليه وممكن يقترحوا حلول عمليه بسيطه لتحسين مثلا تدفق سرعه التدفق عند الزبائن بغير ما يروح يعود يحفر الطرقان وثم نعمل كابلاج جديد الى اخره. هذا مثال فقط. احنا المثال اللي عملنا عليه في لوكال ايفنت هي قطر. احنا نعيش في قطر. قطر بلد عرف نمو ديموغرافي ونمو مدني يعني اوربن كبير جدا في العشرين سنه الاخيره. تقريبا انا من يوم جيت في 2011 لليوم عدد السكان في قطر ضاعف, يعني مشينا من مليون تقريبا 500,000 رانا اليوم 2,800,000. فانت تاخذ اي بلد وتضاعف عدد السكان فيه, هذا النمو السريع الرهيب راح يخلق ضغط كبير جدا على مختلف السيرفيسز او مختلف الموارد الموجوده في المدينه. ولما نتكلم على الموارد في المدينه احنا نتكلم على شبكه الطرقات, على شبكه صرف المياه, على المياه صالحه للشرب, على الباور جريد, على الكهرباء, على الانترنت, على المواصلات, على المستشفيات, على المدارس. لماذا؟ لانه من السهل انك تحضر الناس من الخارج, يعني احنا كانت نسبه النمو الديموغرافي تقريبا 10% كل سنه, ولكن من الصعب انك تبني 10% اكثر مدارس او تضيف مثلا 10% اكثر أسرة في المستشفيات إلى آخره. فكان فيه ضغط كبير لأن النمو السكاني كان أسرع من نمو الموارد الأخرى في المدينة. فعشنا هذا الضغط, يعني أصبح صعب التنقل في المدينة, أصبح صعب أنك توجد سرير في المستشفى, أصبح صعب أنك تحصل مكان لابنك في المدارس. فبدينا نفكر في كيف يمكننا مثلا أن نساهم في تحسين استعمال أو ترشيد استعمال مختلف الموارد الموجودة في المدينة. وبدينا في مشروع اسمه Urban Computing, يعني كيف ممكن نستعمل الحوسبة والبيانات الضخمة من أجل محاولة حل هذه المشاكل. الأمر الثاني اللي حدث في الدوحة هو أنهم في 2011 كذلك أو 2012 تم الإعلان على أنه قطر ستستضيف كأس العالم فيفا World Cup 2022. فلما حدث هذا طبعا الناس فرحت وخرجوا وعملوا أفراح وكذا, ولكن بعدين البلد انطلق في مشاريع كبيرة جدا من أجل بناء الملاعب, من أجل بناء الانفراستراكتور, بناء الطرقات, بناء مدن جديدة from scratch and from the ground, تقريبا مدينتين, واحدة ل 400,000 ساكن اللي تفتحت الآن, ومدينة تانية اسمها مشيرب. الحجم الرود نتورك يعني الشارع أو خريطة شبكة الطرقات تضاعف 3 مرات بين فقط 2013 و 2018. فهذا كذلك خلق مشاكل. لماذا؟ لأنه لما تكون عندك مشاغل كثيرة أو بروجيكتس كبيرة في البلد, يعني عندك كما نقولوا دي شونتي أمبو بارتو في البلد, فاللاي أوت أو شكل الطريق, شكل الشبكة الطرقية يتغير بشكل دوري. احنا تقريبا كنا كل يومين 3 أيام يبعثوا لنا رسائل مثل هذه ويقول لك الطريق الفلاني مغلوق, الطريق الفلاني مغلوق للمؤقتا, هناك فتحوا طريق جديد وداروا دي ديفياسيون انحرافات جديدة إلى آخره. What is the impact؟ كيف هذا أثر علينا؟ أثر علينا بعدة طرق. الطريقة الأولى أنه خلق زحمة مرورية كبيرة جدا. الطريقة الثانية أنه أصبح ما عندناش روتين في الطريق. أنت لما تروح من المدرسة أو من البيت إلى المدرسة أو من البيت إلى الشغل
ما عندكش طريق واحد تاخده كل يوم، كاين لازم كاين تغييرات في الطريق، لازم تاخذ طريق جديد، ممكن ما تعرفش هذاك الطريق الجديد، ممكن كثير من الناس يدخلوا في نفس الطريق. فخلق حاله من الاحتقان الطرقي اللي كان عنده تاثير طبعا على الحاله الاجتماعيه للناس، وكان عنده كذلك تاثيرات اخرى على الاقتصاد الوطني، لانه حتى في عندنا معهد هنا مختص بالزحمه المروريه يحاولوا يقيسوا the impact او تاثير الزحمه المروريه على الاقتصاد، ولقوا ان الاقتصاد يخسر تقريبا 2 مليار دولار في السنه فقط من الوقت اللي نضيعوه في الزحمه المروريه. ف this was the problem basically. Commute is not fun. انا اخذت صوره من الجزائر، اعتقد نفس الشيء. انا اشتغلت تقريبا بعض الايام في 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 معهد بحثنا في الجزائر، وعانيت من نفس المشكله هذه تاع شبكه الطرقات والاختناقات الكبيره جدا في الطرقات. ف what will you do about it؟ فانت تجلس في الطريق، واش تفكر الان اذا كنت باحث او مهندس او if you are an engineer, if you know, if you are like programmer, developer, data scientist, you should think about ways to help, you know, to tackle problems. ف الفكرة قلنا أنه هل ممكن أننا نساهم في حل هذه المشكلة المرورية؟ ففكرنا في شيئين، ولكن قبل ما نمشي لهذا الشيء حبيت فقط مراد ممكن تأكد لي أنك تسمع فيها. أسيوم أنك تسمع فيها. فحبيت نقول لكم فقط نصيحة فقط للجميع هنايا. What do you do during commute؟ لما تروح من البيت للشغل، من البيت للجامعة ولا للمدرسة، ولا لما تكون في القطار ولا في الحافلة، الوقت هذاك فاش راك تقضيه؟ أنا ننصحكم جميعا أنكم تروحوا للدرك، تروحوا تعملوا تنزلوا هذا التطبيقين، إذا عندك أندرويد مثلا تنزل هذا جوجل بودكاست، إذا عندك أبل أو آيفون طلع الأبل بودكاست، and start getting used to these applications. These are wonderful applications. هاد التطبيقات تقريبا من احسن التطبيقات اللي ممكن يكون عندك في الهاتف تاعك. They have channels. وهاد channels هادوما they are like thematic channels. فممكن تكون في الطريق وتستمع للدروس، تستمع الكتب مسموعه audio books about culture, about language. ممكن تحسن اللغه تاعك لو تحب تتعلم الانجليزيه. لو تستمع كل يوم ساعه واحده في اليوم للانجليزيه، في سنه تكون استمعت 360 ساعه، فالفوكابولري تاعك would improve، الكتابة تاعك would improve، راح تتعلم كذلك كلمة جديدة، تتعلم أمور على التوبيك اللي تشتغل فيه. إذا كنت مثلا تشتغل في كمبيوتر ساينس، طالب في الكمبيوتر ساينس، كاين كثير شانلز على الكمبيوتر ساينس ممكن تسمعهم بشكل منتظم. وحتى لو ما عندكش مثلا 4G تاعك مليحة، ممكن في البيت تنزل الحلقات في المتنون عندك الواي فاي، وبعدين تسمعهم لما تكون في الطريق. ف this is like a very good tool and very important tool for self development. يعني don't waste your time. هذيك الساعه تاع اللي ديرها تشرح الخدمه ثم ترجع من الخدمه للبيت، من المهم جدا انه الانسان يحاول يغتنمها في انه ينمي من قدراته، يتعلم امور خاصه اللي عندها علاقه بمجال الشغل تاعو. فاحنا لما فكرنا في المشاكل اللي ممكن نحلها من اجل تحسين وضعية التنقل في المدينة خاصة في الدوحة، فكرنا في مشروعين. المشروع الأول هو How can we improve the estimated travel time؟ يعني أنت لما تحب تروح من مكان لمكان عندك وقت، تقول أنا مثلا لازم نبدأ الشغل تاع 7:30 صباح، على قداش لازم نخرج من الدار؟ لازم نخرج على 7؟ هل نخرج على 7:15؟ هل نخرج على 7:15؟ فهذا الترافل استيميت تايم is very important. هذه المدة الزمنية اللي تحتاج تستغرقها في الطريق. هذه مهمة لك أنت كشخص لما تروح للشغل تاعك، ولكن مهمة كثير لكثير من الشركات اللي تشتغل في اللوجيستيكس، هذو اللي يعملوا ديليفري، شركات مثل أوبر، مثل كريم، مثل مثلاً تمتم في الجزائر ولا يسير، هذه يحتاجوها كثير. لأنه أنت لما تطلب مثلاً سائق لازم يعرف شحال يلزم الوقت باش يوصل عندك. أنت إذا قلت سائق يوصل عندك بعد 10 دقائق، ما تحبش تستنى 30 دقيقة. يعني أنت بعد 10 دقائق ما يجيش تقدر تروح، you can cancel the request. أنت عندك موعد. وهو كذلك السائق ما لازمش الابليكيشن تقول راح توصل انت عند هذا الشخص بعد 10 دقائق ويوصل عندك بعد نصف ساعه، يعني انه راح يضيع في الزحمه، ولا انه هو كذلك الوقت تاعو محدود. فهذا المشكل الاول هو how to improve the travel time estimation accuracy. المشكل الثاني اللي فكرنا فيه هو how can we fix the map. احنا قلنا ممكن الخريطه هذه في قطر راح تتغير بشكل كبير سريع جدا، والتطبيقات الموجوده مثل جوجل مابس، ابل مابس، هير مابس and so forth ما يعملوش تحديث آني. في الغالب ما احنا لاحظنا جوجل مابس احيانا تبقى عام ونص، سنه ونصف قبل ان تقوم بتحديث مثلا جزء من الشارع. التغير كان مثلا كان دوار راوند اباوت،
واصبح مثلا انترسكشن اصبح تقاطع. فهذه الابديتس ار فيري ليت ار اند هابن فيري سلولي فويتش ميكس ذيس ابلكيشنز اوبسوليت يعني الناس اصبحت لا تعتمد على هذه التطبيقات. فاحنا قلنا ممكن كذلك نحاول نشتغل على تحديث الخريطه بشكل دوري وبشكل آدي. وراح نحاول كيف نتحدث على هذه الفكرتين. في النقطة الثانية لما قلت لنجاح أي مشروع بحثي مع المتعامل الاقتصادي، الشيء الأول هو local relevance، أنه المشكل أصلاً الذي نحاول حله يكون عنده علاقة بالواقع المعاش. الشيء الثاني هو strong mutual interest، فأنت تحتاج أنه أنت تكون مهتم بالمشكل ولكن كذلك المتعامل الاقتصادي يكون المشكل هذاك يهمه. وهنا كاين نقطة كذلك نحب ننوه لها، يعني لو أي واحد هنا موجود معنا يكون مثلاً أستاذ جامعي، رئيس فرق بحث، أو مدير فريق بحث في معهد بحث في الجزائر، لازم نخليه الناس اللي يشتغلوا معنا مثلاً هاد المهندسين أو الباحثين الشباب، البوست دوك في PhD students ولا الأريز الريسيرش أسيستنتس and so forth، let them take initiative, just decentralize you know decisions. ما لازمش يكون كل شيء يمر على المدير، فخلي الطالب، ممكن طالب عنده علاقاته، ممكن طالب يعرف شخص يشتغل في شركة ما تكون مهتمة بموضوع ما، فخليه يمشي وخليه يحاول كيف how to initiate the contact، كيف يخلق روابط مع الشركة. وهذا الأمر لازم كذلك we need to encourage this kind of behavior، يعني لازم نشجع الناس على أنها تخلق هذا النوع من الروابط مع المتعاملين الاقتصاديين. لما تكبر لما يكبر الفريق ويكبر عدد المتعاملين اللي يشتغل معهم، ممكن نفكر في how to hire someone to be dedicated، يعني to go after the engagement and reach out initiatives. ولكن من المهم جدا أنه الجامعة، أنه الأشخاص، يعني مش الجامعة مثلا المدير الجامعة، أنت باحث في جامعة، PhD student في جامعة، لازم تكون عندك مش الحق يكون عندك في تفكر أن تقول أنا نقدر نروح نتكلم مع شخص صديقي في شركة ونبدأ نشتغل معه ونجيبه للجامعة ونعمل له presentation في الجامعة يشوف المشكلة. أنا ممكن هو كذلك they invite you to go there، فتخلق two ways kind of communication، هم يجون عندك أنت تروح لعندهم، وهذا اللي نبدأه يعني نخلقه ونقربه بين الجامعة وال economic sector ولا المتعاملين الاقتصاديين. يعني ما لازمش ننتظر دائما أنه نكون نديرو إمضاء تاع علاقات ولا تاع كيف نسميهم، إمضاء لمعاهدات تعاون بين رئيس جامعة وبين مدير عام لشركة كبيرة إتسيترا. وفي نفس الوقت لازم كذلك المهندسين مثلا اللي يشتغلوا في الشركات الخاصة ولا العامة، لازم كذلك يكون عندهم هذا المايند سيت، أنك تشتغل you are project manager ولا you are program director ولا whatever، فكر أنه في عندك أصدقاء في الجامعة، في جامعة فيها أساتذة ممكن في الجامعة، reach out to them، روح تكلم معاهم، خذ عندهم students، see if they can help you with some programs. يعني this is like free labor. تروح تقول له عندنا مشكل، هل ممكن تحله لنا؟ They can hire students. They can work on your problems. فلازم تكون لازم الأمر يجي من الجانبين. وهذا مهم جدا. الشيء تاني يعني لو نفرض مثلا أنه خلاص سهل أنه الإنسان يكون في الجامعة ومعهد بحث يتعامل مع المتعامل الاقتصادي. الشيء تاني أنك تحاول كيف تعرف مدى أهمية المشكل لهذا المتعامل الاقتصادي. ف there is difference between a must have and nice to have. Must have هو لما تجيب مشكل للمتعامل الاقتصادي يحتاجه لأنه it's part of its core business. فيحتاجه مش لأنه يحتاج فقط يقول أنا تعاملت مع الجامعة ولا عندي مشروع بحثي ولا عندي شراكة، يحتاجه لأنه يحتاج يحس هذا المشروع البحثي راح يحسن من أدائه، راح يحله مشكل كبير and so on and so forth. هنا عندي زميلي في الشغل راضي نشتغل معه كثير، في كل مرة نروح نجلس مع مثلا شركات نتكلم على مشاريع هو دائما يسألهم يقول لهم would you pay for this، يعني هل أنت مستعد أنك تدفع لي أموال حتى نحلك هذا المشكل؟ لو المتعامل يقول نعم ندفع لك أموال، معناها المشكل هذا حقيقي، يعني إحنا حتى لو نعملوه for free ولكن it's important أنه we assess the importance of the problem for the partner. لو يقول لك لا you know we don't have money، ما عندناش أموال، إحنا ولكن حابين نعمل شراكة، فأنت تعرف أنه هذا المشكل هتشتغل عليه it's not priority، ما هوش أولوية للمتعامل الاقتصادي، والأحسن شيء أنك تشتغل على أمور تكون أولوية. sorry آسف على الانقطاع، لحظة إن شاء الله تعود تطلع. نعم، فإحنا في الحالة تاعنا قلنا أن المشكلة نحب نحلوه هو كم هي المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة للذهاب من مكان ألف إلى مكان باء، علما أننا نريد أن ننطلق على الساعة الفلانية مثلا at time t على الساعة 8 صباحا. فهذه الفكرة تبان بسيطة جدا، خاصة أنه جميعنا عندنا جوجل مابس وممكن كلنا نستعمل جوجل مابس عشان نعرف هذا الأمر.
ولكن الفكره انه هذا جوجل مابس اولا في الدوحه اعتقد في الجزائر كذلك ماهوش دقيق، فالاخطاء الرينج تاع الايرور تاعو كبيره جدا، هامش الخطا تاعو كبير جدا. وكذلك فهمنا انه هذا المشكل مهم في عده مجالات، مثلا كل الشركات اللي تشتغل في التاكسي او شركات اللي تشتغل في الريد هيلينج ولا ريد شيرينج مثل اوبر كريم تمتم يسير يتيرا، ولا اللي يعملوا ديليفري، هنا اللي يعملوا فود ديليفري مثل مثلا طلبات مثل اوبر ايت، يعتمدوا كثير على هذا الاستيميتد تايم اوف ارايفل عشان تو مانج ذير فليت. ف وي ثوت ذات اتس امبورتنت اند وي فيجرد ذات اوت لما مشينا اشتغلنا. فاحنا واش عملنا، درنا القائمه تاع مثلا الشركات الموجوده في قطر اللي ممكن يهمها الموضوع هذا اللي حبينا نشتغلوا به، بدينا نتصلوا بهم. بعدين اتصلنا بشركه كارو اللي هي الشركه الوطنيه للتاكسي، كاين شركه واحده هنا كبيره تاع التاكسي عندهم تقريبا 4000 سياره تاكسي، تكلمنا معهم وحبينا نشوف يعني كم كان مهم. عرضنا عليهم فكرتين، فكره تحديث الخريطه وفكره هذا الاي تي اي استيميشن او تحديد المده الزمنيه. قالوا لنا انه المده الزمنيه كانت اكبر، وراح نشرح لكم لماذا كانت مهمه عندهم اكثر. لماذا؟ لانه كان فيها ماني انسنتيف. انت لو تكون عندك شركه مثلا مثل يسير او تمتم في الجزائر جست لوكلايز ذا بروبلم and you wanna use هذا الراوتينج، تحب تستعمل انت عشان تعرف فين موجودين، لمعرفه مثلا مكان وجود الزبون، مكان وجود السيارات ولا السائقين تاعك، ثم عندك زبون مثلا يطلب رايد، يطلب رحله، فكيف تعرف اي سائق لازم ترسل لهذاك الزبون؟ لازم تتصل بجوجل بالسيرفر تاع جوجل، تبعث لهم اي بي اي كولز عشان تعمل حتى تقدر تعرف which driver to dispatch to the customer. الان جوجل هذا الريكوست اللي تبعت له ما همش فري، they are free for customers like us. احنا لما نطلع مثلا لما تكون عندنا تطبيق جوجل في الهاتف تاعنا it's free to use the service. ولكن when you are a business، لما تكون انت شركه وتحب تكون عندك access للاي بي اي تاعهم لازم تدفع. فهم في الغالب if you want accurate information راح تدفع $10 لكل 1000 ريكوست. تصور يعني تقريبا كل 100 ريكوست تدفع لها $1. الآن إذا عندك شركة مثل كروة صغيرة تقريبا تعمل 1 مليون ريكوست في الأسبوع، قيمة الأموال اللي تدفعها لجوجل لهذاك السيرفيس عالية جدا بالنسبة لها. الآن شركة مثل ديدي اللي هي مثل أوبر في إن تشاينا في الصين تعمل تقريبا 2 بليون يعني 2 مليار ريكوست بير داي، هذو تاع الاي تي ايز يعني تحديد المدة الزمنية تاع مختلف الرحلات. فالاعتماد على جوجل من قبل هذه الشركات يسقام لهم غالي جدا 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 في اموال كبيره. فانت لما تقول له انت عارف انا ممكن نساعدك نعمل لك سيستم بنفسي مش بنفس الطريقه، ولكن راح يكون سعري اقل جدا صغير، فديس وود انترست سم يعني هو مباشره مدعم الاقتراح يقول لك او اف يو كان دو ات يا شور ليتس دو ات ليتس ورك اون ات. فديس از هاو وي كلوز ذا ديل مع شركه التاكسي هنا في قطر. هو اجريت تو كولابوريت، كنا نشتغل في مشروع بحثي مشترك بحيث اننا نساهم. يعني الهدف كان بسيط جدا، اننا نقلل من قيمه ال كيف نقولوا البيل المدفوعات تاع الشركه لشركه جوجل مابس فيما يخص الاي تي اي ريكويست. ولكن هذه الشركه تقول لك اوكي انا راح نشتغل معك مثلا في مشروع تاع سنه وتعمل لي سيستم، ولكن انا حايب سيستم تاعك يكون عنده الاكيوريسي يعني دقه التوقع، لان احنا واش راح نعمل؟ راح نعمل توقع للمده الزمنيه اللي تاخذها رحله لم تحدث بعد. مثلا اي شخص يحب يروح من مكان الف مكان با، احنا لازم نقول لهم كم سيستغرق هذيك الرحله، كم ستستغرق. وهما في العالم يعتبر جوجل مابس كريفرنس، يعني بالنسبه لهم يو كان نوت بيت جوجل مابس ان تيرمز اوف اكيوريسي، ما تقدرش تكون احسن منه. فقلنا على الاقل تكون الدقه تاع التوقعات تاعكم مشابهه لدقة جوجل مابس. فهذا يحتاج تقريبا عمل تاع ريسيرش، يعني تحتاج هنا ساينتست يشتغلوا ويحاولوا كيف يعملوا ماشين ليرنينج ولا اي اي تكنيكس تو فيجر اوت لايك ذا بيست كايند اوف الجوريثمز. الشيء الثاني ولا الكونسترينت الثانيه هي انه they wanted the same response time. فهو يقول لك تعرف لما نعمل جوجل نعمل 1 مليون كويريز بير ويك مثلا، هذه راح تشكل مثلا نقولوا 100 ريكويست في الثانيه، هل ممكن تعمل سيستم ليستوعب 100 ريكوست في الثانيه؟ وممكن لازم الاجابه تجيني في 20 ملي سكند، في 20 ملي ثانيه لكل ريكوست. هذا يستدعي انك تكون مليح في الريسيرش لانه فيه عندك سكيلابيلتي بروبلم، ولكن كذلك في الانجينيرنج لانك تشتغل على ليتنسي، هاو ميني سيرفرز، كم عدد السيرفرات اللي تحتاج، وات كايند اوف تكنيك، وات كايند اوف ماشين ليرنينج. لازم تستعمل ماشين ليرنينج اللي ما يكونش كثير ثقيل يعني لما تحطه ان برودكشن.
وشي ثالث they want availability. يقول لك جوجل مابس عمره ما يكون داون، عمره ما يسقط. يعني هادو الناس يشتغلوا في الانجينيرينج ولا في الكمبيوتر انجينيرينج يفهموا هذه القضية. When you deploy an app you want it to have certain availability like 99.99% ولا 99.99 whatever. ف can we احنا as a small team give them this guarantee. فهذا كذلك يشكل تقريبا تشالنج من ناحيه الهندسه من الانجينيرينج. ولكن مثل ما كنت تشوفوا هاد التشالنجز ار فيري امبورطانت. لماذا؟ لانه احنا كباحثين كان عندنا الهدف كان واضح، كان ان نعمل سيستم مشابه لجوجل مابس تكون عنده نفس الدقه نفس الامكانيات ونفس السرعه في التفاعل، وفي نفس الوقت كنا عارفين أن الشركة هذه لما نعمل لهم هذا المشروع راح يستعملوه. لماذا؟ لأنهم يدفعوا أموال كبيرة لجوجل من أجل هذا المشروع. الآن من أجل لما حبينا نبدأ نشتغل في المشروع هذا، وش نحتاج حتى نعمل شيء مثل جوجل ماب؟ أولا نحتاج خريطة الطرقات، يعني يا إما نتصلوا بمثلا وزارة في قطر تعطينا خريطة شبكة الطرقات، أو في كذلك سيستم معروف في العالم اسمه Open Street Map. يعني I invite you to have a look at it. هذا مثل ويكيبيديا تقريبا، عنده خريطة العالم كله and for free and it's contributed. فعندك الناس يدخلوا على الموقع وكل واحد يرسم مثلا طرقات لأمام داره وأمام بيته وكذا، ومع الوقت ولا very accurate. يعني عندهم بروتوكول، عندهم process يعني to make sure أنه people don't miss edit the map itself. الشيء الثاني once you have the map احنا راح نمثلوها مثل directed graph. الشيء الثاني راح نعمله what we call a route engine. نحتاجه مثلا routing engine. لما تكون عندنا graph نحب نعرف كيف نروح من مكان في مكان ثاني في الجراف. هنا كذلك فيه there are tools that are very kind of you know very scalable efficient and they are open source. كذلك هادو مصادر مفتوحة فممكن نعود نستعملها ببساطة. المشكل انه هذا routing engine اسمه OSRM هو very efficient، ما يعرفش الزحمة، ما عندوش زحمة. فهو لما يعطي لك المدة الزمنية لرحلة ما يعطيك مدة زمنية تستغرقها الرحلة بغير ما تكون فيه زحمة. فهذا اسمه free flow estimation. يعني لو ما فيش سيارات في الشارع تروح من مكان ألف مكان باي استغلق مثلا 13 دقيقة. فإحنا لتمثيل الزحمة we need to model النمذجة، نعمل نمذجة للزحمة المرورية في المدينة. هذه النمذجة تحتاج أننا نأخذ بيانات كبيرة من شركات اللي تكون عندها هاد that produces this kind of data. فهنا what we need is the GPS data تاع كل السيارات الموجودين في المدينة. Luckily هاد شركة كاروا عندها GPS devices في كل السيارات. فلما السيارات تاع التاكسي تكون تمشي في البلد كل مثلا دقيقة أو كل 30 ثانية تعطينا البوزيشن تاعها. فلما تعطي لك سيارة البوزيشن تاعها ممكن تأخذ هادوك النقاط البوزيشنز وتأخذ التايم، تأخذ الوقت اللي كانت فيه في البوزيشن وتقدر تحسب السرعة مثلا تاع السيارة. فأنت عندك 1000 سيارة تمشي في البلد، تأخذ كل الداتا you aggregate it you can create some sort of a model، تعمل نموذج ليسمح لك تعرف مثلا الأوقات اللي تكون فيها الزحمة كبيرة والأوقات اللي تكون فيها الزحمة صغيرة. بعدين اشتغلنا على لما خدينا البيانات هادو رحنا اشتغلنا على فكرتين في البحث. الأولى اسمها ستاد، والفكرة تاعها بسيطة جدا. قلنا لو شخص يحب يروح من مكان ألف لمكان باء، مثلا تحب تروح نقوله من ولاد موسى ل 14 هادو بلديتين في ولاية بومرداس، لو تسأل أي واحد يقول لك أوكي تروح تحتاج مثلا، ولا نقوله مثلا نعطي مثال ثاني نقول مروح مساحة شهداء البوزريعة، يقول لك واحد يقول لك لو كان ما كانش سيارات في الشارع تحتاج مثلا 14 دقيقة without traffic. ولكن إذا راك رايح على السبتة تاع العشية بنهار الخميس يعني السادسة مساء يوم الخميس معروف أنه فيه زحمة في الشوارع في العاصمة. بعدين يقول لك كذلك أنت راك رايح ما تنساش راك رايح مساحة شهداء وراك رايح البوزريعة، وبوزريعة معروفة ثاني باللي مغلوقة زحمة كبيرة جدا بيوم الخميس. فأنت بهذه المعلومات ممكن في ذهنيا تقول أوكي إذا الطريق لازم يأخذ لي 14 دقيقة بغير زحمة ممكن مع الزحمة ده يأخذ لي 20 دقيقة. فنعمله what we call adjustment based on time and space. That's it. فهنا تكون عندنا estimation، يكون عندنا توقع لما ما تكونش كاينة الزحمة، ثم نصح التوقع هذاك لما نعرف الوقت تاع الرحلة ونعرف الأماكن اللي تنطلق من الرحلة والمكان اللي توصل له الرحلة. بغير ما ندخل لكم في الديتيلز هادو تكنيكال ديتيلز، الحل اللي عملناه هو what we call supervised learning. فهنا استعملنا تكنيك في الماشين ليرنينغ اسمها supervised learning. ناخذ كل الرحلات اللي عملتها شركه تاكسي دي كاروا، عطاونا مثلا مليوني رحله حدثوا في الشهر اللي فات. ففي كل رحله واش نعرفوا الزمن اللي استغرقته الرحله هذيك. هذا الزمن مثلا عندك الرحله الاولى استغرقت 23 دقيقه، الرحله الثانيه استغرقت 17 دقيقه، الرحله الثالثه استغرقت 21 دقيقه. بعدين
نروح نشوف ما هو الوقت اللي كانت تستغرق هذه الرحله لو كان ما كانش فيه زحمه. الناس تعمل اوسرانه الانجن اللي عندنا فري فلو استيميشن ويقول لي هذه الرحله لو كان ما فيهاش زحمه تاخذ 17 دقيقه، هذه تاخذ 15، هذه تاخذ 12 مثلا. بعدين نشوف الديستنس، نشوف كم طول الرحله هذه، 12 كيلومتر، 9 كيلومتر، 11 كيلومتر. ثم ناخذ وات وي كول تمبورال فيتشرز، فهنا ام كرييتينغ ماي فيتشرز فور ذا ماشين ليرنينغ. نقول مثلا الرحله الاولى هذه اللي استغرقت 23 دقيقه انطلقت على الساعه 8 صباحا في اليوم الثاني من الاسبوع، اليوم الثاني اللي هو ثاني يوم الاثنين. الرحله الاخرى هذه تاع 17 دقيقه انطلقت على الساعه 10 مساء في اليوم السادس اللي هو ثاني يوم الجمعه. بعدين هذا بعدين عندي كذلك هذا الزون سورس اند ديستنيشن، هذه بلديه رقم 14 انطلق من البلديه رقم 14 البلديه رقم 53. بعدين هذه الرحله الاخرى انطلقت من البلديه 03 البلديه رقم 12. And I populate my table. فهنا what I'm doing, I'm just creating data for the machine learning. للتعلم الآلي اللي نسميه supervised learning. لماذا؟ لأنه we have the actual ground truth data. بعدين once we have this, we can apply several kind of machine learning applications. فأنت لما تعمل هذا table, ممكن تستعمل tools. مثلاً إحنا نستعمل كثير Python. And my advice for people is to use Python if they want to learn machine learning. Python هو أحسن تقريبا programming language ممكن تستعمله حتى تبدا تشتغل في التعلم الالي المشين ليرنينغ ولا الاي اي. فانت تاخذ التيبل وتقول اوكي المشكل هذا واش يمثل، هل هو مشكل تاع كلاسيفيكيشن ولا هو مشكل تاع ريجريشن. نشوفوا انه احنا عندنا النمبرز هذوما they constitute like continuous interval، فهادو اعداد ارقام احنا ندعموا بريدكشن تاع وقت. هذا الوقت continuous يعني يكون 1 دقيقه 2 دقائق 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، فهذا نسميوها ريجريشن. يعني لازم نستعملوا تكنيكس في التعلم الالي او في المشين ليرنينغ ليعملوا regression. لو كان عندي هنا classes مثلا classes نقول بطيء سريع متوسط، بطيء سريع متوسط، هنا ما عنديش numbers ما عنديش أرقام، عندي فقط classes عندي مجالات. هنا احنا نستعملوا techniques اسمهم classification. يعني في المشين learning في الغالب خاصة في supervised learning عندنا what we call regression ولا classification. في الحالة تعنا الأمور واضحة نستعملوا regression. الآن لما نقرر regression كاين different kind of algorithms ولا methods to do the regression. ممكن نعمل linear regression، ممكن نعمل SVM، ممكن نعمل random forest decision trees GPT XBoots، أو ممكن نعمل حتى deep learning. يعني إحنا جربنا تقريبا معظم هذا التكنيكس وشفنا الوحدة اللي تعطي لنا أحسن نتيجة، وجدنا أنه الخطأ تاعنا في المتوسط نحن الخطأ تاعنا تقريبا دقيقتين، هي 126 ثانية، في حين أنه جوجل الخطأ اللي عمله في التوقعات تاعه هي 146 ثانية. فبينا أنه على الأقل في in terms of accuracy يعني فيما يخص دقة التوقعات تاعنا بالنسبة للمدة الزمنية نحن أحسن من جوجل. بعدين we built the system. الطريقة الثانية أو الالجوريثم الثاني اشتغلنا اسمه Wedge. هنا كذلك نستعمله machine learning. فالفكرة مش وهي ما الفكرة أنه نقول عندي خريطة تاع الشوارع، بعدين عندي data traffic data. And what we want is to use كيف ممكن أن أستعمل هذه البيانات التي أفرزتها السيارات التي تمشي في المدينة من أجل تحسين فهمي للزحمة المرورية في البلد. فأنت وش نأخذ؟ نأخذ كل شارع، كل road segment يعني كل قطعة في الشارع، ونحاول نعرف ما هي السرعة الموجودة في هذه القطعة. Technically speaking يعني وش نعمله؟ نقوله مثلا نأخذ مثال، هذا هو الشارع تاعنا، هذا هو الخريطة الطرقات. عندي مثلا هنا ثلاث شوارع، عندي شارع عدد اللي يروح من A ل B، شارع اللي يروح من B ل C، من C ل G، من C ل F، وسوفورد. فهادو just imagine تحاولوا تخيلوا بلي هادو طرقات، هادو شوارع مثلا في مكان ما. هذه الشوارع ناخذهم، ثم ناخذ الرحلات اللي تعطيهم لي شركه تاعي كاروا، ولا مثلا في الجزائر تعطيهم لك ياسير ولا تعطيهم لك تمتم. فيقول لك كانت فيه رحله انطلقت على الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني، رحت من المكان الفلاني للمكان الفلاني A to B، وبعدين ديستنس يقول لك كانت مثلا 12 كيلومتر والديوريشن كانت 14 دقيقه. فاحنا ناخذ هذه البيانات ونحاول كيف نتعلم what we call how to weight my graph. فناخذ هذا الجراف ونحاول each edge في الجراف هذا كل لينك في هذا الجراف نحط له عدد رقم، الرقم هذا يمثل الوقت الذي يستلزم للسياره حتى تمشي من هذه النقطه لهذه النقطه من الف الى باء. هنا عندي 3 دقائق، بعدين باش تروح من باء من بي ل سي لازمك 5 دقائق ايتترا. ونعمل هذا الويتس نعملهم لكل ساعه. مثلا ناخذ الرحلات تاعي ونقسمهم بالساعه، نقول ناخذ كل رحله تبدا الساعه 8 تاع الصباح، بعد ناخذ كل رحله اللي تنطلق على الساعه 9، بعد كل رحله الساعه 10. لماذا؟ لانه الترافيك عنده داينامكس. الزحمه المروريه 8 تاع الصباح مختلفه على الزحمه المروريه 9 تاع الصباح، مختلفه على الزحمه المروريه 10 تاع الصباح، نسوي فورد. فناخذ ونحاول نتعلم
مالتيبل انستنسز ولا مالتيبل مودلز، نعمل نماذج مختلفه للزحمه المروريه، ولا نقولوا مثلا للسرعه في مختلف الشوارع على حسب الساعه تاع اليوم. من بعد لما من بعد you just deploy basically this kind of system. فهنا عندي شويه details في الماتيماتكس. هو الفكره ولا غير بسيطه جدا، يعني ما نحبش حبيت نقول لكم انه هذا الماشين ليرنينغ is not rocket science، ماهوش حاجه واعره. احنا واش ناخذ؟ نقول مثلا على بالي الرحله الاولى راحت من الف حتى من اي تو جي، والطريق تاعو واش كان؟ كان راح من اي ل بي، بعدين راح من بي ل سي، بعدين راح من سي ل جي. فواش نقول؟ نقول ان الوقت اللي هنا نسميه اكس 1 يكون في البدايه غير معروف عندي، متغير اكس 1 اكس 1 زائد x2 زائد x3 يساوي هذا الديوريشن اللي هنا يساوي 14. ومن بعد عندي مثلا رحله واحده اخرى راحت منا وحطت لهنا الاف، فراح نقول x x1 زائد x2 زائد x4 هذا اللي هنايا يساوي 21. فانا واش نعمل؟ راح نكري I will create what we call like system of linear equations. يكون عندي مجموعه من المعادلات، ثم نحل هذه المعادلات كيما نحلوا المعادلات في الثانوي بنفس اكزاكتلي نفس الطريقه، نحلوهم نحاولوا نوجدوا هذوك المجاهيل اكس 1 اكس 2 اكس 3، وهذوك المجاهيل هما اللي راح يكونوا يمثلوا الزمن الذي تستغرق الرحله لتروح من مكان لمكان ثاني. فذيس از كايند اوف ذا ايديا. اوف كورس راح يكون عندنا بعض المشاكل، لماذا؟ لما نعمل سيستم مثل هذا على مستوى بلد، مثلا في قطر طلعوا عندنا عدد المجاهيل 500 الف مجهول، يعني كاين اكس 1 اكس 2 حتى الاكس 500 الف. فلما يكون عندك 500 الف مجهول it's very hard to train like reliable model. عندك مشكلة scalability، السولفرز ما يشتغلوش مثل ما يلزم. الشيء الثاني كذلك when we think of traffic data، لما نفكروا في السيارات تاع التاكسي يعملوا لنا بيانات على الاماكن الموجودين فيها، واش يحدث؟ معظم البيانات معظم النقاط ولا الجي بي اس بوينت راح يكونوا في الشوارع الكبيره، فمثلا يكونوا في زوتوغوت مثلا في الجزائر في الهاي ويز، ويكون عندك شويه فقط بيانات قليل وين مثلا سياره تاكسي راح تجي قدام دارك، يعني كاين قلال الناس يستعملوا التاكسي ويوصل التاكسي حتى لدارهم. فيكون عندنا الداتا is not uniformly distributed في النتورك، فراح يكون عندنا كثير شوارع ما فيهمش بيانات، وحنا نحاولوا كيف نحسنوا هذه القضيه هذه، لانه it creates like sparsity issue، راح يكون عندك شويه نتوركس فيهم كثير بيانات والنتورك والاجهزه الاخرى ما فيهمش. الشيء الثالث اللي هو الانباوندد سبيد، لو تحل مجموعه من المعادلات بغير حتى constraints راح ممكن تلقى مثلا نيجاتيف سبيدز، تلقى مثلا ارقام سالبه، ممكن يخرج لك مثلا سبيدز هاير ذان 400 كيلومتر بير اور. فاحتجنا ان نغير في الماشين ليرنينج اند ذيس از. فانت في البدايه لما تحب تتعلم تعلم الالي ماشين ليرنينج ولا اي اي، وات يو دو؟ تروح تحاول تعمل تيبل تاعك وتحاول يو تراي ديفرنت الجوريثمز. ذيس از ذا فيرست ستيب، ذيس از ذات سمثينج ذات ايفري ون نيدز تو نو هاو تو دو. من بعد يو نيد تو ديك ديبر، تقول اوكي الحين عندي هذا النموذج تاع التعلم الالي، هو يحدث لي مشاكل، كيف ممكن نحسنه؟ How can I adapt it to my problem؟ تقول أنا in my problem the values أو المجاهيل ما لازمش تكون سالبة، فلازم تكون موجبة، كيف ممكن ندير هذا restriction في الالغوريثم في السولفر تاعي؟ And this is where this is like another level. This is like requires some sort of an expertise in machine learning. And in our case, we added like a ridge regularizer and so on and so forth. بعد هذه القضيه راح نعملها ديبلويمنت. فاحنا اشتغلنا على الريسيرش، فهمنا مع شركه التاكسي، عملنا لهم ريسيرش، هذه استغرق لنا سنه وببلش بيبرز، بعدين طورنا عملنا برنامج، عملنا يعني البرنامج itself deployed in servers. واش كون واش هذه الويب سايت فور بيبل هو انا تشيكيت اتس كولد kata.io. وات ات داز، نعملوا ان ترافيك نافيجيشن، فنعطي لك الشارع نقول تروح مكان لمكان. اند ذس واز انتجريتد في شركة التاكسي. الحين شركة التاكسي دي عندها أبليكيشن مثل أوبر، يعني ولا مثل مثلاً تمتم، كل الناس عندهم هنا في قطر. أي واحد يستعمل الأب راح الأب تعمل كولز ولا ريكوست للسيرفرز تاعنا to find the best route، يعني routes are generated by us. عندنا الفير استيميشن، نعمل كذلك تنبؤ لكم راح تكون، كش راح تقام لك الرحلة، هل تخلص 30,000 300 دينار ولا 500 دينار ولا 700 دينار. وكذلك طبعا راح نعمل الاي تي اي، فنعمل نقول لك كل سياره كم راهي بعيده، مثلا السياره راهي 12 دقيقه بعيده عليك، هذه السياره راهي 5 دقائق بعيده عليك، ونقول لك الديسباتشينغ اللي هو اذا دوك تطلب رحله درك، اقرب سياره اللي راهي جاهزه ممكن تجي تديك راهي على بعد 5 دقائق منك. وان دي سويتشت انتايرلي. فالحين شركه التاكسي هذه كروه في قطر وقفت الشغل مع جوجل مابس، ولو يشتغلوا اكسكلوسيفلي معانا. This is just a very simple demo to showcase وش نعمله. ف basically we create like simple demo، ممكن تكتب الادرس، فنعمل كذلك what we call geocoding، ممكن تكتب ادرس ونلقاو المكان تاع الادرس هذيك في الخريطة، تكتب two addresses and then you request
the route and you get the route with the distance, with the duration, with you know, and so on and so forth. And it's extremely reliable. فمثل ما قلت لكم في البداية, هذه فكرة مثلا, هذا نموذج من النماذج اللي اعتمدناها مثلا في شغلنا بين الأكاديمية وبين الاندستري, وين استعملنا الاي اي, استعملنا ماشين ليرنينج, استعملنا اوربن اند موبيليتي داتا تو كرييت ادد فاليو يعني للبلد وللشركات هنا في قطر. فهذه فقط يعني تو اكسبلين وات ويف دان. في الاخير اليوم وش هذه الشراكة كانت بين معهد قطر وبين كروة. احنا عملنا اي بي, يعني قدرنا نعملوا patents and IP intellectual property. We created it from this collaboration, published كذلك نشرنا بعض الكثير من الورقات البحثية في هذا المجال بالذات. كاروا استفادت لأنهم الحين يدفعوا لنا أموال, ولكن يدفعوا لنا فقط 30% مش كانوا يدفعوا الجوجل مابس. وكذلك تفاهمنا معهم, عملنا revenue sharing scheme, فقلنا لهم الحين نحتاج البيانات تاعكم, لأن البيانات تاعكم تسمح لنا نتعلم نمذج الزحمة في البلد. فاحنا نستعمل ناخذ البيانات تاعكم بشكل دوري ونبيع هذا السيم سيرفيس, نبيعوا الاي بي اي لهذو شركات اخرى, وراح تاخذوا نسبه من العوائد اللي جينا من الشركات الاخرى. فالان تقريبا عندنا شركتين كبار هنا في قطر كذلك اللي كانوا يدفعوا الجوجل مابس, اللي راهم الحين الاسبوع اللي فات من اسبوعين تقريبا امضوا معنا عقود استعمال, مش عقود شراكه. فهم الحين they are our customers, يعني راح يدفعونا اموال لاستعمال نفس السيرفيس, واحنا ملوك الاموال ناخذ جزء منها وجزء منها يروح لشركه التاكسي اللي بدينا معها المشروع البحثي. فديز لايك ا ريل كايند اوف يوز كيس وير وي كود كرييت لايك ان ادد فاليو فروم ا كولابوريشن بروجكت وذ ا لوكال ستيك هولدر. في خمس دقائق نحاول كيف ما نطولش, نظن عندي خمس دقائق. اللي كلمتكم عليه في البدايه كله كان بخصوص المده الزمنيه اللي تستغرقها الرحلات في 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 قطر ولا في اي بلد ثاني, يعني ندخل على البيانات ممكن نعملها. الشيء الاخر اللي قلت لكم عليه في البدايه وتذكروا, حبينا كذلك نحاول كيف نعمل تحديد للخريطه بشكل سريع. الان لو اي واحد يفكر, تقول انت عندك خريطه في البلد, خريطه الطرقات, وعندك طرقات تتغير, كيف ممكن تعرف طريق كيفاش تغير, كيف ممكن تعمل ديتكشن تاع التغيرات اللي تحدث في الطرقات؟ فلو تقعد تفكر مع نفسك راح توجد انه فيه طريقتين. الطريقه الاولى انك تاخذ بيانات من السيارات اللي هي تسوق, عندك سياره تسوق تعطي لك لوكيشن تاعهم, تعطيك جي بي اس بوينت مثلا السيارات كل دقيقه تعطي لك, تقول لك انا موجوده في المكان الفلاني. بعدين انت واش تشوف البيانات هذيك اللي تجيك من السيارات وتقارنها مع الخريطه اللي عندك انت في الكمبيوتر تاعك, وتشوف هل كاين نقاط راهي ذات الجينريت اللي راهي موجوده في مكان ما فيش طريق انت عندك. هذا دليل انه ممكن طريق شكلت هناك, يعني تم فتح طريق جديد اللي ماهوش موجود عندك في الخريطه تاعك. او كذلك ممكن تعمل ديتكشن تاع طريق تم اغلاقه, يعني لو طريق مثلا تم تعود في البيانات تشوف مثلا كل دقيقه دقيقتين عندك بعض النقاط في هذاك الشارع, بعدين ممكن اسبوع ولا نقولوا بعض الساعات ما عندك حتى نقطه في هذاك الشارع, ممكن انك تقول something happened, maybe the road was closed, يعني ممكن غلقوا الطريق لهذا ما سيارات ملوش مشوا هناك. فانت ممكن تكون جالس في المكتب تاعك تستقبل البيانات من شركة تاكسي ولا من اي application اخرى مثل من يسير او تمتم, وتستعمل هذه البيانات من اجل معرفة تغيرات الديناميكس اللي يتحدث في الشبكة الطرقية. هذا الشيء الاول. الحل الثاني ان تقول انا ما عنديش شركات هنا تعطي لي البيانات, قالت تروح تكلم مع تمتم ولا يسير يقول لك احنا ما نعطولكش بيانات تاعنا. واش تقدر دير؟ تقدر تقول اوكي كان اي هاف اكسس تو ساتلايت ايمجز, هل ممكن نستعمل الصور ساتلايت؟ فلو تشوف صور ساتلايت تاخذها وتاخذ الرود نتورك تاعك, لازم تعمل شويه شغل باش تعمل تو ادجاست تو اوفرلاب ذم كوركتلي, وما تقول هل يمكن نخرج الطريق من الصوره برك. يعني انت لو نعطي لك صوره, لو اي انسان تعطي له صوره فوقيه لكاش مكان ممكن يرسم لك الطريق فوق الصوره هذيك, يقول لك هذا طريق هذا طريق هذا طريق هذا شارع. فاحنا واش نحبوا نديروا؟ نحبوا نعمل وي وانت اوتوميت هذا البروسيس. كان وي اوتوميت ذا بروسيس اوف اكستراكتينغ رود نتوركس فروم ساتلايت ايمجز. وهذا يستدعي ان نستعمل تكنيكس في الكمبيوتر فيجن اللي هي وان اوف ذا بيج بيلرز من الاعمده الكبيره في الارتفيشال انتليجنس. وراح نوريكم فقط بعض الامثله. هذا فقط مثال لماذا عندنا مشكل. هذا جوجل مابس حقيقي, خذيت تو سكرين شوت في نفس اليوم. لو تشوف الصوره هذه اللي تبين الشوارع مرسومه راح تشوف انه في عندنا هنايا دوار, عندنا شغل راوند غون بوان هنايا, ولكن كي نسويتشي الفيو نرجعها ساتلايت ايمج في جوجل راح يبين بلي هذاك الرون بوان تنغلق وتفتحوا طرق جديد هنايا. بصح جوجل قاعد يورينا الرون بوان هذا بوندون تقريبا لمده سنه ونصف.
فهذه كانت one of the motivations، يعني واحدة من الدوافع اللي خلتنا نشتغلوا في هذا المشروع. ولا عندنا كذلك احيانا الخرائط، مش كل الخرائط الموجوده عندها نفس التمثيل للطرق الحقيقيه. مثلا تاخذ خريطه جوجل مع خريطه هير راح تلقاهم مختلفين، او خريطه الدوله مثلا مع خريطه جوجل تلقاها مختلفه، وتاخذ وسام مع خريطه ابل تلقاهم مختلفين. فما تعرفش انت ما هي الخريطه الحقيقيه، ما هو الشكل الحقيقي للشوارع. اذا من المهم ان نحصل على مثلا يا اما بيانات من الجي بي اس داتا او بيانات من الساتلايت ايمجز، نحاولوا كيف نخلقوا الخرائط الطرقات من هذه البيانات، ثم نقوم بتعديل الخريطة الحقيقية المستعملة في هذه التطبيقات. الفكرة في الحقيقة تبان سهلة. مثلا أنا هنا على اليسار عندي جي بي اس تريسز، هذه بيانات جونا من سيارة تاكسي، وهذا الشكل الحقيقي للطريق. فاحنا واش نقول؟ نقولوا الحين نفرض أني ما عنديش هذا الطريق، ما نعرفوش، هل ممكن نعمل انفيرنس؟ هل ممكن منا نروح لهنا؟ هل ممكن نروح من اليسار اليمين؟ واحد يشوف هكذا بعينه يقول لك يا هذا سهل، يعني النقاط تقريبا راهم موجودين على الطريق وكذا. ولكن في عده اماكن هذه النقاط هذوما دي ار سبريد، لانه عندنا نويز، الجي بي اس داتا ماهيش اكوريت. احيانا تكون انت موجود في مكان والجي بي اس تاعك يقول لك راك موجود على 50 متر من المكان اللي موجود فيه، خاصه لما تكون مثلا في وات وي كول اوربن كانيونز، يعني تكون في اماكن فيها تاورز عاليه. فهذا المشكل يستدعي عمل احنا اشتغلنا عليه تقريبا لمده 6 اشهر، وجدنا طريقه يوزين داتا مايننج تو فيكس ذس بروبلم، نعمله هنا فقط الكلاسترينج. فالفكره كانت سهله جدا. في البدايه عندنا مجموعه من هادو الرحلات تاع السيارات، هذه الداتا اللي عطاتها لنا شركه الطاكسي. بعدين حنا ناخذ هذيك الداتا ونعمل لها كلاسترينج، فناخذ النقاط ونعمل لهم كل نقاط ونعمل لهم كلاسترينج، نجمعهم. الكلاسترينج معروف نستعملوا سمثينغ لايك كي مينز فقط. ثم لما نعمل كلاسترينج نحاول كيف هاو كرييت لينكس بتوين ذا كلاسترز. فنقول الحين انا عارف تقريبا السكيلتون، يعني السكيلت ولا الهيكل تاع الطريق وين موجود، هل ممكن الحين نرسم الخطوط اللي تربط هذه النقاط هذه؟ فنعم نقوم بالرسم هذا، ولكن اللي يحدث انه فيه كثير نويز، فيه كذلك احنا لما نرسم يكون احسن من الداتا، من الانيشال داتا، ولكن فيه نويز. فعندنا ستيب اللي نعملوا فيها جراف سبارتيفيكيشن لنحيو منها كل السبوريوس ايدجز. فهنا نعمل عمليه تصفيه للشارع، فلو تشوف مع الوقت راح تشوفوا انه بعض الادجز ار بين ريموفد فروم ذا رود نتورك. هذا كان الشغل تاعنا الاول، اعتمدنا على الجي بي اس داتا. الشغل الثاني اعتمدنا فيه على الساتلايت ايمجز اند كمبيوتر فيجن. هنا فقط ناخذ مثال، هذا مكان هايليك ساتلايت ايمج تاعو، وهذا الشكل المكان في جوجل مابس. فتشوفوا انه فيه كثير مثلا شوارع ناقصه هنا مش موجوده. هنا واش نستعملوا ديب ليرنينج، وبالخصوص نستعمل طبعا كمبيوتر فيجن، نستعمل ديب ليرنينج. الان احنا واش عملنا؟ الشيء الجديد اللي عملناه هنا، الناس لما تشتغل في الكمبيوتر فيجن في الغالب واش نعملوا ليبلينج. مثلا نعطي لك صوره وانت تروح تاخذ الصوره بيكسل باي بيكسل، تاخذ البيكسلات اللي في الصوره وكل بيكسل تعطي له ليبل، تقول مثلا هذا البيكسل موجود في الطريق، هذا البيكسل ماشي في الطريق لانه موجود في بيت او سونس او مكان ثاني. فانت تعمل البيكسلات واحد بواحد، هذا تعملوا بسيط جدا تعملوا في يوزين ديب ليرنينج. وفي الاخير، ولكن في الاخير يعطي لك صوره. احنا حاولنا كيف نروح من صوره لجينيت جراف مش صوره ثانيه. فهذه كانت كونتريبيوشن ذات وي ببلشت في سي في بي ار. بعدين وي كومبايند ذا تو تكنيكس. فكيف نعمل؟ ناخذ في البدايه ناخذ بيانات تاع سياره التاكسي ونخلق الشوارع، نخلقهم، نخلق خريطه الطرقات. لما نكمل واش نلاحظوا انه ما نقدرش نرسم كل شيء، نرسم غير الشوارع الكبيره باستعمال جي بي اس داتا. لماذا؟ لانه سياره التاكسي في الغالب تعطينا بيانات اكثر في الاماكن في الطرق الكبيره. ففي الطرق الصغيره هذيك ما كانش سيارات تدخل، ما يروحوش هناك. فواش نديروا؟ تو جيت ذا رود نتورك، كل الخريطه داخل الاحياء الصغيره، نستعمل ساتلايت ايمج، ندير كمبيوتر فيجن. فراح تشوفوا بالاخضر، هذو اللي كشوفهم بالاخضر هما الشوارع اللي قدرنا نلقاوهم بتحليل الـ satellite images and then we combine the two. فهذا كانت كذلك عندنا هذه الفكره هذه، وهذا كان مشروع بالتعاون مع جامعه ام اي تي في بوسطن. كان مشروع ثاني كذلك، هذو الناس اللي مهتمين بالاي اي، يعني بيرسي اللي يحب يفهم كيف نستعمل التقنيات الحديثه في الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. هنا كذلك عندنا مثلا شارع ونحب نعمل what we call road attributes inference. فمثلا نحب نعرف الشارع شحال فيه من كم فيه من خط، عدد number of lanes، هل 2 lanes 3 lanes 4 lanes،
ولا مثلا حنا نعرف مثلا سبيد في الشارع هذا كانت ولا نسوي. فواش نعمل لو نستعمل كذلك مثلا بيزك سي ان ان اللي الناس قاعد يستعملوه اليوم؟ تقول انا ناخذ مثلا اركتكتشر تاع سي ان ان اركتكتشر ديب ليرنينج وناخذ صور، ناخذ مكان مثلا ناخذ منطقه الجزائر وناخذ صور ونعمل بعدين نقسمها الى صور صغيره وي كروب ات انتو سمول كروبس، وناخذ كل صوره ونعملها ليبلينغ، نقول مثلا هذا المكان شحال فيه من لين، هاسكو كاين 3 لين هنا ولا كاين 4 لين. فراح ناخذ اماكن وين عندنا مثلا وين مرسومين هذوك الخطوط في الطريق باش نكون عارف لاستيكيو، نعمل ليبل داتا وماذا يابلايت اون بليسز وير اي هاف ميسين داتا. ولكن لو نستعملوا سي ان ان عادي فهاد الكروبس هذا وهذا 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 ممكن كل واحد نستعمل فيه سي ان ان راح يعطي لي ديفرنت نمبرز، ما يعطيليش نفس. ممكن هنايا الماشين ليرن او الاي اي سيستم هذا الذكاء الاصطناعي يقول لي هنا كاين 3 وبعد هنا يقول لي كاين 2 هنا يقول لي كاين 4 باسكو كاين الظل مثلا ولا يقول لي كاين 1. فانت يعطي لك هنا راح تحصل على نتائج مختلفه، وبعد انت لازم دير بوست بروسيسينغ تو اوموجينايز، تقول هذا 3 2 2 1 ممكن لازم يكونوا كامل 2. حنا درنا اركتكتشر جديده باستعمال الجراف نيورال نتورك. فالفكره اننا كل صوره قطعه تاع صوره نستعملوا فيها سي ان ان كونفولوشنال نيورال نتورك، بعدين هاد السي ان انز هذوما نربطوهم بين بعضهم البعض باستعمال الجراف. يعني حنا راح نقول الجراف، نقول هاد الصوره وهاد الصوره وهاد الصوره وهاد الصوره موجودين في نفس الشارع، معناتها نطلب من الموديل تاعنا من النموذج تاع الذكاء الاصطناعي انه يحاول كي يعمل لهم انفرنس، كيعمل لهم ولا البريدكشن، يحاول كيف يعمل لهم نفس البريدكشن، يعطي لهم كل 2 ويعطي لهم كل 3 وانسى ما سوف. وبينا انه بادخال هذه الجراف نيورال نتوركس مع السي ان انز باي كومباينينغ ذم وي امبروف ذا اكوريسي اوف ذا بريدكشنز. فمثلا ناخذ هذا الشارع حقيقي، خدينا صور هذه النقاط هذو الصغار هنايا كنتو تشوفوهم، كل صوره هي السنتر تاع الصوره صغيره تاع الشارع، وكل واحدة فيها نعملوا لها بريدكشن. فهذا الخط الاول هذا الفيرست لاين هو البريدكشن يوزين سي ان ان فقط. فسي ان ان يقول لك هنا كاين 4 4 4 4 بعدين هنا يقول كاين 2 لانه هنا شغل ما يعرفش، هو يشوف الشارع التحتاني وهو ما يبانلوش مغطي بالشارع الفوقاني بالطريق اللي هو فوقه. فهنا يقول لك 2 2 2 2 بعدين يقول لك 1 ومن بعد يقول لك 4. باستعمال الجراف نيورال نتورك ممكن نعرفوا انه كامل يكونوا فيهم 4. هنا كذلك لاحظنا هنا مثلا التراديشنال سيستمز ولا البيز لاينز that you see ends they make mistakes. مثلا يعطيك 4 4 بعدين 3 3 3 في حين انه احنا ممكن نوجدهم كامل 4 4 4 حتى في الاماكن عندنا الظل وما يظهروش مثلا ما يظهرش الطريق بشكل واضح. الالغوريثم تاعنا كان بين انه يشتغل احسن. فهذا كذلك نوع من انواع استعمال الذكاء الاصطناعي من اجل في الاوربن موبيليتي لتحسين الخريطه. وهذا كذلك كان مشروع استعملناه مع استعملته الوزاره وزاره النقل هنا في قطر. الان شيء اخير حبيت نقوله فقط للناس اللي مستمعوا فينا، تقريبا قسمتهم الى 2 كاتيجوريز اللي يشتغلوا في مجال البحثي، هادو البروفيسورز ولا الاسوشيت بروفيسورز الباحثين في مختلف المعاهد، وبعدين الانجينيرز كذلك الناس اللي يشتغلوا في الهندسه، يعني هندسه الكمبيوترات ولا هندسه الالكترونيه كنتم تسوفوا. لازم تشتغلوا كثير 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 على تحسين او تطوير الذات، يعني بشكل منتظم وبشكل غير منقطع. لما تكون في الريسيرش هذو اللي هم في الخضر هنا الناس يشتغل في الريسيرش، اول شيء لازم تعمله لما تبدا البي اتش دي تاعك ولا الاس بروفيسور when you start like you know supervising people students you need to define who you are you belong to which community. انت فاش راح تشتغل مجال الشغل تاعك؟ داتابيز، انفورميشن ريتريفل، كمبيوتر فيجن، ماشين ليرنينج، اي اي، ويب داتا مايننج. لازم تعرف انت where do you belong، وشنو هالكوميونيتي تاعك، وشنو العائله البحثيه تاعك. بعدين في كل عائله بحثيه كاين مراجع كبيره معروفه، مثلا لو اشتغل في داتابيزز او داتا مانجمنت سيستمز اكبر المؤتمرات المعروفه هي سيجمود في ال دي بي اي سي دي، ما فيش واحد اخرين. يعني لازم انت بشكل دوري تتابع هذه المؤتمرات. لو تشتغل مثلا في ماشين ليرنينج اي اي لازم تعرف نوريف، تعرف اي سي ام ال و سو فورت. لو تحب داتا مايننج لازم تعرف سي كي دي دي، تعرف دب 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 ويزدوم اي سي دي ام. يعني لازم الانسان يعرف نفسه ويعرف الكوميونتي اللي يتبع ليها. لماذا؟ لانك راح تحتاج تقرا. يعني النصيحه الثانيه انك يو نيد تو ريد ا لوت، يو كيپ ريدينغ سبيشلي اف يو ار ان ريسيرش. لو تعمل في البحث لازم تقرا كثير. الان لو تقرا مثلا 3 ورق او اوراق بحثيه في اليوم، لما نقول تقرا 3 تحتاج ساعتين تقريبا، يعني نقولوا لو تبدا الشغل تاعك 8 من 8 ل 10 تقرا 3 اوراق بحثيه، يو سكيم ثرو ذا ابستراكت انتدكشن كونكلوجنز اند ريفرنسز، ما تقراش كلش، تقرا تقريبا صفحتين في كل بيبر، ساعتين ار مور ذان انوف. راح تلقى روحك قريت تقريبا 1000 كتاب في العام، 1000 ورقه بحثيه في العام. فاي باحث اللي راح يقرا 1000 ورقه بحثيه في العام، في عام واحد راح تولي عنده خزان ولا كم المعلومات ما تقدرش تتصوره. يعني يتكلم معه بعد سنه يتكلم معك as an expert. ما
ماشي يقعد مثلا 5 سنوات ولا 7 سنوات في البي اتش دي ومازال هي لاكس بيزك نوليدج في الدومين تاعو. So you work on this, you need to read, you read a lot, you define your community and then you read, you read, you read, you read. إذا ما قلتش تقرأ 3 تقرأ 1 في اليوم, تقرأ 1 في اليوم عندك 300 article في السنة. It's huge and it makes a difference. وكذلك حاول أنك يكون لك deep reading على الأقل مرة في الأسبوع, دير يوم قال اليوم عندي 4 سوايع نقرأ أنسو الأرتيكل, هذيك الأرتيكل يكون زعما very related, يكون قريب جدا لمجال البحث تاعك, قرأه بهدوء بتأني وحاول كتبه حاول تفهموش فيه. الان اذا ما راكش في البحث راك في الانجينييرينغ راك تخدم كوم انجينير مثلا از سوفت انجينير ولا وات ايفر, ف سيم ثينغ ديفاين يور ايدنتيفاي يور كوميونيتي. مثلا في الكمبيوتر ساينس حنا نشتغلوا في مجال الحوسبه ولا الانفورماتيك الاعلام الالي, هل انت ديفلوبي فرونت اند باك اند فول ستاك موبايل جيمينغ ماشين ليرنينغ سبيشاليتي في الداتابيزز ولا في الادمنز ولا في السيستمز؟ Just try to define yourself and have the sense of belonging. قال انا بالكوميونيتي الفلانيه, انا نخدم في الكوميونيتي الفلانيه. ومع ذلك الكوميونيتي هذيك راح تلقى بلي عندهم كذلك they have blogs, specialized blogs, كاين blogs على الانترنت خاصه الانجينيرينغ blogs تاع البيج كومبانيز جوجل اوبر فيسبوك. قلب فقط اي واحد يدخل على جوجل يكتب مثلا جوجل انجينيرينغ blog ولا فيسبوك انجينيرينغ blog, it's amazing. يعني كل يوم يحطوا فيه الانجينيور المهندسين يخدموا تما يكتبوا دي زارتيكل صغار على الديزاين على النيو تكنولوجيز بروجرامينغ لانجويجز دي يوز تشالنجز سكيلابيليتي. فبيبل نيد تحتاجوا تقراوا وتتبعوا واش راهم يديروا باش تكبر المعلومات تاعك, تفتح شغل الهورايزن تاعك يولي كبير, يو اكسباند يور ريلم اوف بوسيبيليتيز, تعرف ما هو الموجود ما هو الممكن. لانك لو ما تقراش ما تعرفش ما هو الممكن, يعني حتى التفكير تاعك يكون محدود للكم المعلومات اللي تعرفها. فريدينغ اند ايدنتيفاينغ كوميونيتي از فيري فيري امبورتنت فور بوث كوميونيتيز, يعني الريسيرشرز والانجينيرز. الشيء الاخر التحت ثاني حطيت هذا كودينغ از كينج, سوري كايند از نوت كايند, كينج هو الملك. Both researchers and engineers لازم ديروا develop, لازم تعلم تكودي, لازم you need to spend significant amount of time coding things. تكتب ما على بالكش منين تبدا, بدا بايثون. هذه النصيحه زعما واحد ما عندكش وقت تدخل في الديتيلز معاه, قول له تبدا بايثون, خذ بايثون ابدا تعلم تبروغرامي بايثون, and then you will see that Python can do everything. You can use it for front end, for back end, for front end, for mobile development, for everything that you want. But Python is important. If you are a researcher, you need to reproduce the results of the papers you read. لما تقرا 3 papers تشوفهم بلي بزاف قراب ليك, you identify them, at some point روح وكتب الكود تاعهم عاود حاول كيف you reproduce their results. لانك by doing this تتعلم تبروغرامي وتفهم التكنيكس تاعهم احسن لانك تكون بروغراميتها, وكذلك راح تستعمل واش بروغراميت از بيز لاين في البيبر ستاك. يعني انت لما تجيب ميثود جديده راح عندك ديجا مع واش تقارن, ولا احيانا انت كي تبروغراميها راح تجيك فكره تقول شوف داروا بهذه الطريقه, انا لو نغير مثلا هذا الامر هذا الستيب هذه المرحله ممكن نجيب نتائج احسن, وممكن جدا تغير حاجه صغيره يتغيروا النتائج وتحصلوا الاحسن. فتقدر تطلع مثلا ورقه بحثيه فقط لانك فهمت بيبر وقدرت تغير فيه بحيث انك حسنت من الاداء تاعو الوقتي ولا من الدقه في الدقه تاعو في البريدكشنز. This is my advice to you guys. إن شاء الله تكونوا استفدتوا شوية وشكرا جزيلا على المتابعة وآسف على الإطالة. يعطيك الصحة, يعطيك الصحة سفيان, دكتور سفيان أبار, thank you very much for the amazing presentation. وكيف قلت لهم بونس أنك مديت لهم what's the difference between academia and the industry. كانوا يجونا أسئلة كثيرة في من قبل على الناس اللي يعني وش حبوا يديروا, يعني they don't know either with the salary ولا كيف the communities, اسكو لازم يروحوا الأكاديمية ولا يروحوا especially كي يكملوا الماستر في الجزائر الآن ماستر 2 they're confused, اسكو نكمل مع research روح الأكاديمية ولا لازم نروح نخدم في الاندستري سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر. وسفيان حقيقة شكرا جزيلا للتوضيحات هذيك, زيد على ذلك يعني الاختصاص تاعك وين كنت very very clear with your amazing presentation. عندنا أسئلة بزاف كثيرة سفيان. One of the questions عندنا هنا يا نبدأ في I'm going to switch between يعني كان أسئلة اللي سألوهم هنا سواء في اليوتيوب channel مباشر سيليكون فالي ولا فيسبوك بيج مباشر سيليكون فالي ولا limitless learning. ونقول للناس اللي راهي تشوف فينا الان ماذا بكم اذا قدرتوا كيف كذلك تزيدوا اسئله واحد اخرين نحي فقط ونحطوا هكا اتس ماتش بيتر نشوف نحط
دونك حشيش سراي تقول how would you price your solution so that it will be competitive to Google Maps at the same time would you generate ولا generate revenues for engineers who will create the solution. Yeah, this is a very good question. Very, very good question. So actually, when we started working on this project, we're extremely excited. And what we wanted to do is to beat Google. You know, it was like, you know, it's a huge objective. When you say there is the baseline is Google and you try to beat it, right? In many aspects, you need to be as accurate as Google. You need to be as responsive as Google, you know, as available as Google and so on and so forth. We managed, we were two on this project. فكنت أنا واحد زميلي اشتغل معايا رادي ستانوجيفيتش. اشتغلنا مدة تقريبا سنة ونصف. We ended up with a solution لتمشي في سيرفر واحد صغير. عندنا واحد سيرفر صغير فيه 8 كورز تقريبا 16 جي بي فقط. And we could handle millions of requests per day. فin terms of cost, it was extremely cheap. Of course, there's our cost. في السعر تاعنا احنا كاشتغلنا مدة سنة في مشروع عندنا ناخذوا شخصين يشتغلوا في معهد بحث. ناخذ مثلا السالري تاعهم تاع سنة. هذاك هو الكوست to generate the IP. ولكن it's nothing when you compare to Google Maps. Google Maps عندهم 2000 engineer worldwide. Google Maps فقط. They have 2000 engineers. Of course, they do much more things. You know, they are worldwide. Now we are local and so on and so forth. ولكن we could bring down the price to actually 1/10 of what Google charges. This is one thing. When you think in terms of this way of thinking, this mindset, لما تقول and I want a solution that's as cheap as possible, تكون بأرخص شيء راح يكون هذا التأثير على الخيارات الهندسية تاعك. فأنت تقول هل نستعمل Docker, هل نستعمل Cluster, هل نستعمل One Server, how can I guarantee مثلا you know availability عالية One Server. في عندك بعض الخيارات اللي تعملها. الشيء الثاني, إحنا في معهد قطر عندنا department مختص بال with commercialization, with IP commercialization and tech transfer. فاحنا نعطيه له ريكومنديشن, نقول له this is our tool, you know, we built it, we have the customer, he is willing to pay, they were willing to pay. الشركة التاكسي بالأخير قالت لنا ندفع أموال. الحين كم يدفعوا 20% مش يدفعوا لجوجل, 30% 50%. احنا كنا رابحين في أي انترفل, احنا رابحين. فاللي هو الديبارتمنت هذاك تاعنا تاع الكوميرشاليزيشن, he took the lead on the negotiation مع الشركة. And they ended up paying 30%. So it was not us as engineers. And we just made sure and what we have is really cheap. I see. And 30% of what? Of what Google charges. Ah, okay. So Google charges $10 per 1,000 queries, requests. And we charge $3 per 1,000. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. يعني التخصص تاعك يعني بشكل عام وكذلك الاشياء اللي راكو ديروا فيها في معهد قطر الحوسبه كاين فيه تقارب كثير مع الفي ار والاي ار, يعني الفيرتشوال رياليتي اند اكستندد رياليتي اند اوغمنتد رياليتي. كاين واحد الان يسال سؤال هاو كان وي انتجريت ميكسد رياليتي وذ ذا ماشين ليرنينج ان اندستري دومين سبيشلي في ما يخص يعني الموبيليتي وذ ارتفيشال انتليجنس. Yeah, this is like a very tricky question. I read it, بعتها لي تقريبا الأمس, and I thought about it. It's hard to give him an answer. لماذا؟ لأنه, you know, VR, we want it or not, is very premature. فالVR اليوم راهو في حالة, it's very early stage. لهم يعملوا مثلا الشركات الكبرى اللي who are investing فيها هي تقريبا Facebook مع Oculus, I think, right? I think the first applications that should appear راح يكونوا في الجيمينج. لماذا؟ لأنه الماركت الموجود اليوم كان في الجيمينج. Once it works in gaming correctly, راح ممكن it can spread to other domains. فاليوم أنا لما فكرت في القضية في سؤال تاعو using like augmented reality or extended reality in industry, I was thinking that automation didn't make its way yet to all industries. You know, في كثير industries we're under human intervention and people are trying to automate that. حتى في delivery الناس مازالها ترفد شكارة سيمان فوق دارها. Think about it, right? ولا دوكر. فwe first need to automate these before we have like large scale kind of adoption of these very premature technologies. However, I do believe that there would be like future. راح يكون في مستقبل ونستعمله. احنا مثلا هنا في قطر كان عندنا مشروع مش تاعنا تاع وزارة النقل, حبوا يعملوا virtual retail stores. فقال لك مثلا انت تروح تقضي مثلا قولوا في كارفور ولا في سنت كوميرسيال, عوض انك تشري اونلاين لو تقعد في دارك راح تتصفح تعبك شغل التصفح هذاك ماهوش user friendly. تقلب على حليب لازم تكتب ميلك ومعك كاين بزاف انواع تاع الميلك وما نعرفش شنو هو الميلك هذاك واش من نوع فتبطا ماشي كيما تروح سنت كوميرسيال تمشي تعرف لي غيون تاعك ترفد.
قال لك why don't we create a VR environment where people, you know, you put a headset and then you are projected inside your preferred shopping mall. فتحس نفسك أنك هك تمشي في الشوبينج مول اللي ما فتقدي فيه. And then you go to, you know, تروح وتاخد ترفد من البلاصة على بالك وين كاين الحليب اللي تحبوه ولا وين كاين البسكويت اللي تحبوه and so on and so. I think there are kind of people are trying, like related to FIFA 2022 هنا في قطر again, they are trying to do some augmented اسمها fun experience. هل ممكن تكون في الستاديوم توضع headset and you see more than what you would see without the headset. فانت تشوف الجيم وتشوف numbers وstatistics. ممكن you can have avatars, but I believe that it's still premature. And you know, like the projects Google Glass and then Apple, you know, Apple also tried and then retracted. It's not clear on how to do this. Yeah. Yeah, I see. Yeah. Sofiane, واحد من هار شفتك أنت بوستيت في الفيسبوك على it was very good article. يعني وش هي استراتيجية الذكاء الاصطناعي كما كنت تحكي عن النظرات يعني نظرة مثلاً قطر 2030 صح؟ 2030 الجزائر 2035 كان كثير السعودية كذلك عندها استراتيجية الذكاء الاصطناعي تونس اللي هي بلد قريب جدا منا عنده استراتيجية للذكاء الاصطناعي وانا عبر هذاك الدوكيومنتيشن يعني حقيقة يعني واش يعني the post that you shared with everyone في الفيسبوك ممكن يكشف فيه لايكس بزاف لانه الناس ما تحبش تدخل وتقرا الدوكيومنت داخل البي دي اف انا خذيت الوقت كما قلت انت ديب ريدين هذاك because it's very very interesting it was amazing يعني كنت نقرا نشوف صح قطر هي بلد ممكن ماهوش في خريطه الدول المتقدمه والدول اللي تخدم كثير اذا قارناها مثلا بالصين وقارناها كذلك بالولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول يعني الصغيره كثير يعني كان دول قليله فقط في اوروبا اللي راهي تمد استراتيجيه واضحه للذكاء الاصطناعي ممكن هذا هو يكون شبه للشيء اللي شفته انت يعني انا درت استراتيجية الذكاء الاصطناعي فيها أشياء مقاربة كثير لقطر لكن في أشياء مختلفة خاصة فيما يخص الأولويات الوطنية للجزائر من بينها الزراعة الإدوكيشن كذلك نتكلم على الصحة مثلا أشياء مثل هذه وتكلمنا كثير على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كلاير يعني layer number of the basics تاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية إذا تكلمنا على مراكز للبيانات كذلك ومن بعد نتكلم على مناهج التعليم في الأكاديمي والتطبيقي في الجامعات نتكلم كذلك على المؤسسات الناشئة بما أنه فيه وزارة متخصصة للمؤسسات الناشئة ونتكلم على الذكاء الاصطناعي مع المؤسسات الناشئة ونشفنا سفيان عبر سلايدز تاعك الله يبارك لك عندك خبرة كبيرة في الأكاديمية وكذلك خبرة مع المؤسسات الناشئة الموجودة في القطر اللي حتخفف من يعني الازدحام تاع الطرقات في قطر بشكل عام ونتكلموا كذلك عن نتورك اللي سميته انا زير نت وين نخلقوا شبكه لمراكز الذكاء الاصطناعي بدينا بسكاي لاب اللي موجوده الان في سكيكدا وبعد ذلك نشوفوا مراكز اخرى في جامعات كبيره وحتى خارج الجامعات مراكز بحث تكون خارج الجامعه ممكن تكون تابعة لوزارة التعليم العالي ولا وزارات أخرى ويستعملوا الذكاء الاصطناعي عبر أولويات الجزائر. فوش تقولنا سفيان لأنه أنت راك في خضم هذا يعني استراتيجية الذكاء الاصطناعي في قطر وكيفاش تقدر تساعد الجزائر سواء يعني يشتغلوا في نفس النسق ولا كذلك تقدر تساعد البلاد وين قدروا نديروا استراتيجية باختلاف الثقافة باختلاف ممكن المنطقة استراتيجيا سواء مقارنة بقطر ولا دول أخرى. نعم ممتاز 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 والحقيقة السلايد اللي وريته الحين يلخص تقريبا الأولويات يعني الكبرى والأكثر أهمية في معظم الدول اللي عندها استراتيجية في الذكاء الاصطناعي. فهنا درنا دراسة مقارنة مع كثير من الدول وشفنا استراتيجية تاعهم. احنا كنا جد محظوظين لماذا لانه كنا ندفعوا حاولنا انه المعهد تاعنا هو اللي يخلق هذه الاستراتيجيه للبلد و it was announced by the prime minister هنا في قطر فالوزير الاول announced انه قطر اعتمدت استراتيجيه وطنيه للذكاء الاصطناعي واللي كانت معموله من طرفنا احنايا اعتقد يعني if we have to summarize it if لو لازم المشاهدين تاعنا يشفوا على حاجه واحده هي أنه يدخلوا الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية من عمر صغير على الأقل يروحوا الهاي سكول لازم على الأقل يروحوا الثانوية على الأقل لماذا؟ لأنه أنت حطيت الفونديشن تاعك لو تشوف الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تتهمل تحت
واش معناتها اخلاقيه الذكاء الاصطناعي؟ الطفل تاع اليوم اللي راهو في الثانويه اليوم تقريبا لما يدخل عالم الشغل راح يكون عنده كثير تاع تولز يكونوا بنين على الذكاء الاصطناعي. المحامي، القاضي، الطبيب، المهندس، الديسيجن ميكرز كلهم. انت تصور انه القاضي في السنتنسينغ تاعو راح يستعمل ذكاء اصطناعي، لو ما يكونش فاهم ذكاء اصطناعي كيف راح يعرف what the tool does do؟ واش هو يقول له التول هذا كيف التول يقول لك هذا تاع يو سنتنس هيم تو 3 ييرز وهذا تاع 4 ييرز. الطبيب لما يستعمل الذكاء الاصطناعي يقول لك دخل هذا المريض اعطي له سرير وهذا المريض خليه برا، يعني بروبلي ما كانش اماكن ما كانش اسره، فعوض انه الكوميتي هو اللي قرر راح يولي ذكاء اصطناعي يقرر. كاين اخلاقيات لو الانسان تاع اليوم الطفل تاع اليوم ما يفهمش باللي ذكاء اصطناعي وارتوكين اباوت data bias data fairness data you know training the errors، ما يفهمش هذه الامور راح يكون صعب ليه انه يكون عنده critical thinking على tools that they use اللي راح يستعملهم في المستقبل. لو نشوف أنه المستقبل تاعنا راح يكون مبني على الذكاء الاصطناعي، نحتاج الناس اللي راح يكونوا في المستقبل حاكمين يكونوا يعرفوه. So we have to start now, right now, right now. احنا مثلا واش درنا؟ درنا عفسه سهله، خدينا ثانويات، خدينا استاذ واحد من كل ثانويه ودرنا لهم training. فسهل انت كي تاخذ مثلا تقول ولايه شحال مثلا ثانوي في الولايه ما كانش بزاف، تاخذ ولايه سكيكدا عدد ثانويات ممكن يكون يساوي عدد البلديات في سكيكدا، فهمني؟ ممكن عندكم 10 مش عارف 10 20 30، فتجيب 30 شخص ودي لهم تريننج لايف تريننج، واش الذكاء الاصطناعي، واش سوبرفايز ليرنينج، واش ريفرس مول، وتبعثهم تخليهم يديروا حصه واحده في السنه للطلبه تاعهم على الذكاء الاصطناعي، ثم حصتين ثم ثلاثه، فتدخلها في المنهجيه تاع الاطفال حتى يفهموا ما هو هذا الامر. الشيء الثاني اللي كل الدول هاي تقاتل عليه اليوم، الناس كلها هاي تسمع بالك الحرب على الـ5G، الحرب بين امريكا والصين اليوم على واش؟ هواوي على الـ5G ومع تيك توك على السوشيال ميديا. وات از ذيس؟ هواوي يعطي لك الجيت واي، هواوي هو الانفراستراكشر، هو لوتوغوت تاع الانفورماسيون، وتيك توك هي المعلومه اتسلف. فالصين امريكا راهي في حرب مع الصين على جال هاد ذا تو اسبيكتس. لماذا؟ لانه there is a shortage in expertise. And for you to attract expertise, you need to have the infrastructure and you need to have data. You cannot do AI without data, right? So now if you create a hub of data somewhere else rather than the US, people will go there. فالحنا نسميوها هذه expertise attraction. How would you attract people? China عندها program to attract top AI scientists. The US عندها عدة دول في أوروبا. يعطي لك citizenship. يعطي لك مباشرة citizenship. If you are among the top leaders في AI, you get the citizenship of many European countries. في الجزائر واش راح يحدث؟ الناس اللي تشتغل في الاي اي ولا اللي عندها انترست في الاي اي، لو البلد ما يسرعش في تو كاتش اب راح يمشوا. And it's good for them and it's good for humanity، لانهم راح يروحوا المكان وين they can help and contribute. اكفام انت لما تشتغل في امريكا الامباكت تاعك في امريكا راح يرجع بالفائده على الجزائر in a way or in another. ف it's better يعني if we want to keep هذا التالنت، مش to attract other talents, just to keep our talents. And then we start seriously thinking about this. And I think from like government perspective, from us as individuals, man, you are doing great. يعني ما عندك ما تغير وش عندك. عندك هاد المخيمات هادو are just amazing. You can maybe you don't realize the you know the ramifications of what you are doing. ولكن أنك تسمح للناس تشوف وتحضر وتشوف إنه you know these are things سهلين. بسيطين. كاين كثير ناس كيما هما يتشبوا لهم يهضروا اللغه تاعهم سكنوا معاهم ولاد جيرانهم who know these things راح يفتح افاق. الناس تعرف انه it's not you know you raise like curiosity. الناس راح تكون شغوفه وراح تروح راح تبحث راح فاعتقد انه multiplying this kind of events and maybe having more like مش عارف ان trainings في الجزائر can also help. ولكن هاد الawareness is really the first step and that's what's the most important right now. هذا هذا هو الهدف الهدف تاعنا من خلال هذه المخيمات انه يعني نديروا المخيمات هذه مخيمات افتراضيه وتكنولوجيه لكنها تحسيسيه في نفس الوقت لانه ممكن في الجزائر مازال ما فهموش الناس انه واش هو الفيوتشر المستقبل بالذكاء الاصطناعي. ما فهموش انه الداتا تاعك اليوم اذا ماشي انت استعملتها من اجل ان تطور بلادك يجي ناس واحد اخرين يسرقوا الداتا تاعك وتولي تبعيه اخرى. التبعيه اللي كنا نتكلموا عليها تاع الاستعمار، التبعيه الاقتصاديه، الان تصبح تبعيه البيانات. وانت اول شيء في السلايد تاعك
كنت تقول انه البيانات هو is going to be the oil of the future, يعني هو البترول yeah. على المستقبل, والذكاء الاصطناعي is going to be the new electricity, يعني الامباكت تاع الالكتريسيتي اللي كنا نشوفوه في بدايه الثوره الصناعيه, هذاك هو اللي حيكون الذكاء الاصطناعي, وين تقدر you can manipulate all your data, you can manipulate all the patterns. يعني لازم نفهموا انه الناس اللي في الجزائر ماش حاسه, وخاصه يعني نتكلموا على نيفو عالي, يعني نتكلموا على مسؤولين, يعني لازم نعرفوا انه it's very very important to move now, it's very important باش نحسوا سواء الطلبه تاعنا اللي كاينين في الجامعه, ولا كما قلت انتم, كما قلت انت الدكتور سفيان تكلمت على الطلبه في الثانويه, وانا اني معاك, يعني الناس اللي تجيب البكالوريا لازم تكون عندها نظره استراتيجيه, لازم تكون تعرف واش معناتها الذكاء الاصطناعي, ولماذا نستعملوا الذكاء الاصطناعي, واش هي الميادين. اذا كنا على الجزائر فيه ميادين حساسه وحساسه جدا نقدر نستعملوا فيها الذكاء الاصطناعي, اذا ما استعملناش حنا البيانات تاعنا غدا كاين واحد اخرين اللي يديو البيانات ويستعملوها. كما قلت انت كاين مؤسسات كبيره اللي عندها الانفراستراكشر اللي راهي يعني دخلت للجزائر من اجل انها تبني الانفراستراكشر من اجل استعمال الداتا. اذا كانوا هما يجيو يعطوك يعني في الاول يعطوك فير برايس, يعني it's going to be cheap, ماهيش حتكون هكذاك الحاجه اللي حتمدها لهم, it's going to be your data, من بعد we will be يعني struggling, حيكون عندنا مشاكل كبيره انه نحليو الداتا. وتولي نفس الشيء مثل البترول وين أممناه في واحد وقت من الأوقات نوليو نخدمه باش نأمنه ولا نأممه البيانات تاعنا. سفيان شكرا مراد, شكرا مراد. أنا جيت نعلق على حاجة اللي قالها سفيان اللي نسبها تخي تخي important, it's very important what you said about teaching the AI, ولا at least نديرو لهم introduction في الهاي سكول ولا قبل الهاي سكول, قبل ما يوصل للترمينال, قبل ما يدي الباك تاعه ولا البكالوريا تاعه, التلميذ ولا الطالب يكون عنده نظره ويمكن تكون صغيره على الـ على الـ على الاي اي. على الحاجه اللي قلتها سفيان كي تري تري امبورطون كي تري جوست, باسكو هذاك اللي تقريه الاي اي من يكون في التيرمينال ولا يكون في السنه الثانيه ثانوي, ولا هو الابوكا تاع ديما, هو الطبيب تاع غدوه, هو الانجينير تاع غدوه, هو يمكن يكون وزير. كما قلت ما يكونش عنده نظره حقيقيه على الاي اي, يمكن انتروداكشن, يمكن غير انتروداكشن يعرف الشيء هذا الاي اي, وكي تكون مستعمله في في في, في دي زابليكاسيون هكا اللي وات وي كان هكا اكسبلين هاو اتس وركس انسايد ريل ابليكيشن. هذه حاجه مهمه جدا. والحاجه الاخرى اللي 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 مهمه ايضا, هو احنا انا كونتاكت مع كثير من الطلبه, طلبات القطاع الثانويه وكاع مهتمين كثير بالاي اي, مهتمين يحوسوا يفهموا جو يسمعوا بها, مي سي جوست ان غاف كما هما تاع جريم هكا سي كوا سا. ماذا بينا ايوا اللي دي تاعكم اللي نتوما درتوها, تجيبوا دي بروفيسور اللي يكونوا من الجامل من الثانويات ولا من المتوسطات في قطر, وتليموهم ودير لهم تريننغ, ديروا لهم تعطوهم تعليمات ولا معلومات عن الاي اي, وهذه المعلومات هما يروحوا يشاركوها مع الطلبه تاعهم. نظن انها فكره زعما كثير مليحه, فريمون مليحه, وين يكون الطالب ولا التلميذ ولا الاستاذ اللي يكون قريب للطلبه تاعه, يدير لهم كما قلت يدير لهم جوج حصص ولا ثلاثه في السيمستر, جوج حصص ولا ثلاثه, يحكي لهم على الاي اي, قال فوالا انا اش تعلمت, قال هاي هي هذه وين نقدروا نستعملوها, وغدوه اللي يكون طبيب يجي يستعملها في هذه, اللي يكون مهندس يجي يستعملها في هذه, اللي يكون فارماسيان يجي يستعملها في هذه. جو بونس هذه سي تري تري امبورطون. شكرا كثير سفيان على على على, على, على هذا الشيرينغ اللي درتها معنا. تفضل مراد. ممكن نقول حاجه معليش باش نكونوا كذلك شويه ايجابيين في القضيه هذه ونكونوا ثاني عادلين. يعني صراحه كتب لي واحد الشاب, يعني اعتقد هو ماستر 2 ولا ماستر 1 في الجزائر, من ما اقلش عنده شهر ولا شهرين, كتب لي يخدم في reinforcement learning. reinforcement انا reinforcement learning انا بديتو شويه زعما بديتو شويه يجريدي هربت منه. يخدم في reinforcement learning, he had a project, his master's ولا his bachelor's project, he used LSTMs for predicting something. I was amazed, his English is amazing, you know, given the situation. And he developed real system, and I challenged him, you know, how did you evaluate your system, how did you create your model, where did you run it, you know. فهذا واحد اخر, we hired him at QCR, كان يشتغل معايا. هذا جل عندنا المكتب جزائري, فيلي يونغ جاي خرج من ليني جاب لك ديرك جل القاطر ما بيش كيفاش جا,
قال لي I'm looking for a job. I was in my office with three other colleagues. And then I told him, well, what did you do? فقال لي درت شوية AI, شوية IoTs, كاميرا في باركينج ويحسب طنوبيلات اللي يدخلوا بالكاميرا وبعد نعرف شحال كاين بلايص في الباركينج. قلت له, well, can you show, you know, he told me like, قلت له, can you show me? فتح لي عنده GitHub. He had like GitHub repositories. I was like, wow, like, you know, someone who has GitHub. Okay, let me see. So I had a look. And then he had a blog post about his work with pictures and footage, you know, طالع في السلوم ويدعلق في الكاميرا وكذا. We interviewed him officially the next day. جنب الأربعة في العشية على الخمسة. الخميس على الثمانية كان يدير interviews معنا. الخميس العشية بعتنا له offer. ما نعرفوش. I never met him. ما ينعرفه ما يعرفني. And I wasn't the one who interviewed him. I wasn't the one who vetted him. حكمت وديت وعنده واحد يخدم في الضمان هذاك. قلت له, هاو تسيد هاو اش درت خطاه التم. فهذا جمد زاير ثاني. فحبي نقول, I think it's changing. Of course, what we can do, نقدر نعاون, we can help, we can نقدر نعاون ونكومباني هاد ال, it's already happening. We should be very positive about this. The youth are doing amazing. والله العظيم I'm أنا نسمع وش هم يديروا. It's just amazing. يحتاجوا I think they need from وش يحتاجوا من الناس لهم في الخارج أن يقول لهم يراكوا في المستوى تاع الناس في الخارج. That's it, yeah. Don't undermine yourself. Don't underestimate what you're doing. You need to work maybe more smartly, intelligently. ولكن they are doing great. فهذه لازم واحد يقولها, يعني كاين أمور very positive that are happening right now as we speak. في الجزائر. يا سفيان, حاجه هذه حاجه ايجابيه كثير, لكن المشكل انه everyone is doing it individually. The thing is, في الجزائر لازم لهم orientation. احنا عندنا سكاي لاب, انا ومحمد رانا قريب لي زيتيديون, عندنا دي زيتيديون they published already papers في conference في جابان, hybrid خدموا hybrid deep learning, ونستعملوا LSTM exactly with the emotional detection, يعني emotion detection, يعني face detection. They created a concept جديد, they published the paper. من بيناتهم ياسمين, واحدة منهم اللي معانا اللي نحييها عبر هذا المباشر. عندي طفلة اللي هي نابغة, تكون سمعت بها إثراء, 13 سنة ولا 14 سنة, اللي راهي تخدم بالـ LSTM, راهي تخدم يدير model, يدير training. It's a lot of things اللي عم يداروا. بصح within the lab, يعني عندي كيف واحدة تخدم في الeducation, يعني تقدر تقول باللي الفيجن تاعي انه انا I'm going to tackle the priorities, يعني الاولويات. في الجزائر عندنا واحد المشروع في الفلاحة, عندنا مشروع في الeducation, عندنا مشروع في smoke detection, يعني البولوشن مشكل كبير في الجزائر كذلك. اشياء مثل هذه نقدر نديرهم, بس انا كما نقولوا انا ومحمد ما نقدروش نكونوا everywhere. سفيان مثلا, اذا if you take some people, كيف you mentor, you do mentorship, يعني if you mentor them, تعطيهم orientation through your experience, it's going to help. كيف واحد اخر انتجيت, يعني كيف اشياء تنعمل في الجزائر. انا ومحمد انا نخمو, وانا حكيت لك سفيان باللي انا نخمو باش نديرو اشياء اكاديميه وكذلك اشياء اخرى في الاندستري. واي نوت. فهذه الاشياء اللي تكون مسؤوليتنا احنا, لانه رانا خارج البلاد ورانا نشوفوا الاشياء هنا باللي بالبساطه تاعها تقدر تكون هيوج, كما راك تشوف فيسبوك, كما تشوف جوجل, كما تشوف ابل وبيك كومبانيز. اي ثينك حوايج اللي يطلعوا المورال. شوفي سفينه, جاتني دروك جوست موجيني ميساج من لي جون تاع بيسكرا اللي نحيو اولاد وابنات بيسكرا, متبعوا فينا كثير. جاتني انفورماسيون يقولوا لي باللي راهم يخدموا على الاي اي, بيدخلوا الاي اي في الثانويه, زعما كاين بروجيكت تو. اي على ذيك انت كي حكيت قلت بلي كاين صوالح بوزيتيف, سي فري كاين صوالح بزاف بوزيتيف, ومن بينهم عندنا الانفورماسيون الان قال لك بلي فوالا كاين بروجيكت they are working on in order to integrate the AI as introduction ولا في الهاي سكول. This is good. هذه حاجه مليحه بزاف للطلبه والتلاميذ. شوف حاجه البوزيتيف بزاف اللي شفناها انا مراد دوك في هذا اللي نديرو اوتور دو اي اي. الطلبه الجزائريين ولا الجزائري بصفة خاصة كي تشالنجي كي قاعد يشوف الـ AI, يشوفها في حاجة جو I need to do something with هذه AI. كي يدخل الداخل يدير صوالح amazing,
كما قال لك هذه إسراء عندي 13 عام ولا 14 كاينين بزاف كاينين إذا ما فات بي كي فاير كاين واحد السوسيتي صغيره بي كي فاير يسون تران دو ترافاي سور ان روبو انتيليجون لي ديتيكتي النار ويطفي هذوك شي كلكو شوز كي راهم يديروا في الديزاين من فروم سكراتش السوفتوير فروم سكراتش والهاردوير فروم سكراتش هم يسون تران دو فير دو تو سا فروم سكراتش اي سي جيست 4 ولا 5 ايتيديون ومعهم واحد الماستر ريبونس ولا ايو كاينين بزاف صوالح بوزيتيف سي فري كي الجزائريين اللي راهم تما ومع سيختو راه عندهم اكسي الانترنت الان اترافير هادو لي هوم كامب ولا اترافير لي جيتاب ولا اترافير بوكو دو بروجي اوبن سورس اي عندهم هذا لاكسي الاوبن سورس دونك اي ريكوبير اي ليسي دو فير لا ميم شوز اي لافونس اي اي فون دي شوز كيما قلت اميزينغ على فان اي لا افاك مراد واترافير هذا لي هوب كامب ولا اترافير لي لابوراتوار كيما سكاي لاب دي سا شو نيسي ان تي بو جوست دو لي اورينتي سي فري كون بو با فير تو مي لورينتاسيون نيسي ان بو دو باسي ان بو طون معاهم مي كون كنا عندنا وسوفيا محمد وسوفيا نعطيو واحد الوقت شويه عنده واحد الظروف ومن بعد موراه نهبلوه شويه يعني سي كلير ما فيهاش سوفيا على بالك لي كومونتير على البريزونتيشن تاعك اميزينغ قال لك بارك الله فيك بارك الله فيك فيري جود يا بيبل ار براود اوف يو يعني شغل خرجت انت خرجت لهم خرجه كبيره هذا ديب اي اي ولا محمد هذا محمد حجازي انا عيطت ديريكتور مو باسكو نعرف اسمه هذا ديب اي اي شكرا جزيلا انت من معنا في مباشر سيليكون فالي هذه ثيوري دي جراف صوفيا انا عيطت كيسن هذه كيسن تاعي فيوفر لايف باك ابي كيسن هذه ثيوري دي جراف هذه انترفيو هذه يا ذاتس ا فيري جود كويشن اتس فيري فيري جود كويشن سو ليت مي تيل خليني نقول له حاجه اوكي في ثيوري دي جراف الجراف شنو الجراف از لايك داتا ستراكشر وير يو هاف نوتس اند ايدجز So and then edges link different nodes basically. And usually, when people use them, they do their programming linear. Or they do their. If you want to convert things into like systems of equations, people use matrices. And the matrix can access my adjacency matrix. The adjacency matrix, if you have n nodes in the graph, you create a matrix that's n by n. يعني node 1, 2, 3, 4, node 1, 2, 3, 4. ومبعد في السيل ij تقول تحط واحد إذا كان link between node I and node j zero other ways. Well, you can put a weight. So a lot of, when you get like big kind of, you know, big kind of graph, a graph of the size of a city like Doha has like 500,000 nodes and they can perfectly fit in the memory. I mean, you don't have a problem. And usually non-negative matrix factorization, any factorization techniques, if you want to do factorization techniques, they scale very well. They are among the best scaling kind of applications. فلو تتذكر, لما نتكلموا على الاي اي خلينا نديك من الجراف ثيوري للاي اي علاش نستعملوا جي بي يو علاش ما نستعملوش سي بي يو في الاي اي خاطر نكريو تنسرز واش هما تنسرز هما سيكونس اوف ماتريسز هذا ما كان تنسر هو سيكونس اوف ماتريسز عندك لاتا اذا عندك ايمج مثلا ار بي جي عند في البيكتشرز في الايمجز عندك وحده تاع الار بي والجي تاع ديفرنت كالرز ف وي بوت ذم انتو تنسر ومن بعد نستعملوا الجي بي يو على خاطر الجي بي يو از اوبتمايزد باش يدير لي زوبيراسيون تاع الجراف تاع لا ماتريس دو فاصون باراليل لي ملتيبليكاسيون لي اديسيون غير من السيبيو الفكره هذه لازم نسقات تفهمها بلي الجراف اون فوا ترجعوا ماتريس اتس ماتش ايزير تو سكيل ات اب تو مليونز نتفليكس دي هاف ماتريسز لايك ذات ار مليونز باي بليونز باي مليونز يو نو يو هاف يوزرز اند ذن يو هاف ذا ديفرنت بروجرامز ولا تي في شوز اللي عندهم كامل فايس لايك 100 ثاوزندز باي مليونز اوف يوزرز اند دي ار ايبل تو دو ثينكس لايك ماتريس فاكتورايزيشن usually you don't need to divide it. The system tag will divide it. The optimizer that you use will divide it internally. You don't have to care about that. Yeah. Donc Sofiane, I قل حل يعني الجواب لهذا السؤال تاعك أنه you can stick with matrix. ومن بعد الحوسبة هي يعني الهاردوير هو اللي يحل المشكل عبر الحوسبة الفائقة اللي بيستعمل يعني the GPUs ولا graphic processing units. دائما مع ديب اي اي سؤال اخر قال لك how many time you update your ml models is there a way to apply online learning yeah هذا قلت لك هذا يهضر شغل ريفيور تاع لايفات دائما معنا وعنده الاسئله تاعو هيت ان ذا سبوت نقول لك سفيان على هذيك سمو ديب سفيان او شراني ندير لك يعني ندير لك شغل الاسئله
شويه بعيد على التخصص جينيريك وندخلك شويه في السبيسياليتي ونعاد نخرج. This is actually very very good question. How frequently should you update your ML model? So basically, تعرف الML when you do machine learning, there are phases. The first phase is to get data, you clean it, you prepare it like you know table or whatever. But then you test different models, you fine tune with different hyperparameters. حتى تلقى the best model, the best working model, the data tag. Of course, you split your data into test and set. وعندك تاني evaluation set. في الاخر في اللاب في اللاب كونديشنز عندك the best performing model. And once you get your best performing model, وش دير به؟ You don't deploy it in production. دير A/B testing. انت كان عندك ديجا موديل اكزيستي ولا كنت تخدم بماشين ماشين ليرنينغ. You were using like some sort of rule based model or whatever. تروح تحكي مثلا if you have customers, تاخذ 10% of the customers, you deploy your machine learning with them, and then you observe it for like a day, 2 days, a week, whatever, depending on your machine learning. And then you evaluate, okay, now this is doing better. مثلا عندك recommender system that's based on machine learning that's getting you more clicks with a more ROI wherever than your rule-based model. Now you are confident to deploy it. You deploy. Once you deploy, what happens? The behavior of your users would change. Next, they were interacting with your system in a certain way and you were collecting those kind of interactions. Now when you deploy it, you are impacting them. You are impacting the way they consume your content. Within a week, يتغير الباترن تاع اليوزر تاعك. لماذا؟ لأنك you are recommending different things, you are predicting different things, whatever. It's very important أنك you collect data, you do like, you know, feeding loop. You collect data every week, every day, depending on the velocity of your problem, depending on, you know, like there are several situations. ولكن it's very important that you observe, you keep daemon, you keep evaluating the accuracy of your model, and maybe if your accuracy drops below certain threshold, you decide to, you know, restart the process, retrain your model with new data, you know, A/B test, and then deploy. This is one thing. In our case, في الكيس تاع هذه كارتا البروغرام تاعنا, we update our model every week, and we use data from the last month. This is kind of what we do, and it's working very well for us. أنا ممكن عندي سؤال سفيان واحد آخر كيف because when you observe the traffic, سفيان, it's like forecasting, right? It's like forecasting for weather, كيف يعني similar things. Forecasting for weather, ولا weather forecasting, الناس كثيرة متكلموا لأنه it's very complicated, very يعني the operations are very complicated, يعني معقدة كثير. وين راهم يخموا على quantum computing. So do you think in the future that managing the traffic, especially إذا نتكلم ممكن على الدوحة اللي ولا قطر هي بلد صغير والpopulation تاعها صغيرة, بس حنا نتكلموا dense, very dense, كما نقولوا ساو باولو, كما نقولوا ألاي اللي هما ولا واحد المدن في الهند, وين ممكن الفوركاستين هذا لازم له quantum computing in the future to solve these problems. That's let me tell you something. No, business value. I think traffic is much simpler than weather. And the less parameters, at least. You have much less parameters. Now, of course, and some sort of theory, some sort of asymptotic kind of accuracy. We tried everything. We couldn't go below 15% errors, you know, like relative errors. But there is something that is very hard to model. But you can model the number of vehicles, you can remember the type of the, you know, of the road, the time of the day, the weather, that is hard to capture. You don't know what that is. That's a sudden accident. However, it's much, يعني and I heard في the weather, sometimes they have like 20,000 parameters or features, and they have very complex kind of equations. In traffic, the equations are very simple. The equations معتمدين, لأنك تخم على model-based kind of traffic modeling, معتمد على shock wave وعلى fluid dynamics. ففي فيزيك كاين دوز إيكواسيون تاع fluid dynamics, مكاش بزاف. Donc, what you are trying to do, basically, you are trying to proxy two equations تاع fluid dynamics using machine learning, using data-driven. فتقول له, you know, you take that equation, عندك F, تنحي F, and you try to learn it from data. في الweather, the equations are very hard. على بها نظن مش كيش نلحقوا نسحقوا الكوانتم. One observation related, يعني شوية unrelated للكوانتم, ولكن احنا وشفنا, people think انه real-time traffic data is important for forecast, which is not true. احنا لقينا بلي it's not true. لما تستعمل real-time, you reduce the accuracy of your system.
علاش؟ باسكو ريل تايم هذا واش راح يقول لك؟ يقول لك دركا كاين سيركيولاسيون بعيده عليك ب 10 كيلومتر. يو وان ديبارت ناو اند يو ويل ريتش ذير ان 10 كيلو ان ميبي 10 مينيتس. وات داز ذات مين؟ هذيك لا سيركيولاسيون تما اسكو راح تلحق بها ما تلحقش بها؟ شود يو تيك انتو اكاونت؟ شود يو لايك نوت تيك انتو اكاونت؟ فبيبل هاف تراي ديفرنت ميثودز ولكن وي جاست فيجر اوت ان ميبي ليس از مور، يعني ليس داتا كود بي بيتر فور ذا اكوريسي اوف يور سيستم. Which is clearly kind of counterintuitive. So you get to work on this to realize, and no, this is the case. Quantum, I don't know. So there's IBM, there's Google. You know, ممكن, I might be wrong. I'm not an expert in quantum computing, but I can at least the way I see it. Quantum computing is something. Yani people try to set it as something that could make NP, NP P equal P. The problem that is NP hard. But yeah. NP hard problem هو problem for which we know the solution. We know how to reach the solution. نعرف. Even it's complicated, but we know how to reach the solution. We know how to get to the solution. It takes forever. هذا NP hard. Very simple. مثلا an example very simple. نقول لك عندك خمسة لي بوان. نقول لك مثلا نلقى لي مثلا المثلث خدم قاع المثلثات اللي ممكن تخدمهم خمسة نقاط. عندك خمسة نقاط. ارسم قاع المثلثات الممكنة. وما لعطيني المثلث اللي عنده الجانب الاصغر تاعو يكون هو الاكبر. لما تاخذ كاع المثلثات كل واحد يحسب له المينيموم سايد مين ماكس، وما تقول لي واش المثلث اللي القطعه الصغيره فيه الجانب الاصغر هو الكبير بين كاع المثلثات. هذا سهل، نعطي لك خمسه رسمهم تقول لي. ممكن نعطي لك 50 ما تقدرش، خاطر عليه عدد المثلثات اللي رسمهم بزاف كبير. دونك هذا ان بي هارد. ممكن نعطي لك 1000 ما كاين حتى كلاستر ان ذا وورلد كان سولف ات وذ جاست 1000. ام جيفين اكزامبل. The NP hard, we know how to reach to the solution, so we will never reach the solution. Whom of the quantum, like maybe there's a way to launch parallel computations, infinite number of parallel computations, simultaneously. يعني في عوض أنك ترسم مثلث مثلث وتقيس تقيسهم جاه لا في في in one in O1 in one iteration. ومن بعد you aggregate قول okay O1 تقيسهم كامل ومن بعد عندك one operation قول take the max. Would that be true? I don't know. I honestly. Yeah, أنا كنت في الحقيقة كان عندي meeting أنا ضمن العمل تاع الكوانتم كمبيوتر مع ال QIBM يعني الكوانتم بروسيسور تاع IBM. When they demonstrate a lot of things, بينتهم forecasting for weather وثاني forecasting for traffic. يعني they think بالي transportation is going to be one of the biggest domain للكوانتم كمبيوتر is going to help a lot. لأنه things are going to be very complicated, especially when you combine between self-driving cars and traditional cars. There will be big mess. وقال لك أنه quantum computing can be a solution to solve the problem when you mix يعني both domains. كان عندي في راسي سؤال باش نسأله لك ومن بعد لقيت واحد سأله لك مسعود. By the way, على بالك سفيان. It's the first time I see Qatar as the first, the second the country more الجزائر الناس اللي حيتابعوك. So when Qatar is number two. Before can usually it's France, USA, Canada, Germany. كان عندنا بزاف من الترك والسعودية العربية السعودية. So now is like when I did الاخر كان بزاف اللي يجاوبوا يعني سألوا الأسئلة تاعهم وقالوا لنا منين هما. A lot of people from Qatar as the second country after Algeria. فكثير من الناس اللي يشوفوا فيك من قطر. كثير من الناس من قطر يشوفوا فيك. مسعود خالي يقول باللي كيف يمكن التعامل مع الطرق التي تعتمد على الأنفاق خاصة إذا لم تكن لها بيانات؟ لما تكون عندك أنفاق مشكلة كبيرة، ما عندناش جي بي اس داتا، ما كاينش جي بي اس، ما يمشيش داخل في الأنفاق. فأول ما تقدرش تصححه وما تقدرش صعب أنك you figure out the things from data basically. ما فيهش حين واش يديروا لو كانت كنت تستعمل جي بي اس مثلا، يديروا حسن اسمها انتربوليشن. انا لو كان عندي لاخر نوريكم عندنا حسن اسمها انتربوليشن. فانتربوليشن واش معناتها؟ ايماجين عندك تو ديستنت بوينتس، عملك سياره تمشي تعطي لك بوينت، تعطيك لوكيشن ما تعطيك لوكيشن ثانيه على 3 كيلومتر. كيفاش تعرف وشنو هم النقاط اللي في الوسط؟ كان يو انفير ذا ميسين بوينت اند اتس لايك اتس كومبليشن بروبلم. ف وات وي تراي تو دو We try to use external knowledge to infer missing data. It works up to certain level. But then, if you have a fact طويل تاع 2 كيلومتر ما كاين حتى طريقه تقدر تعرف به. It just doesn't work, so you have to go manual and do it manually. And by the way, لما قلت مثلا نعمل الخرائط
نعملوها بطريقه اوتوماتيكيه من صور الاقمار الصناعيه ولا من الديتا البيانات اللي تعطيهم لنا السيارات. في الحقيقه احنا هاد الخرائط اللي نعملوهم ما نقدروش نحطوهم ان برودكشن، لازم يجوز عليهم انسان ويتاكد انهم صحاح. مي هذيك هي الليميتيشن تاع الانفاق، ما عندناش حل ليها على الاقل بالطرق اللي نستعملوهم اليوم. لو تحب نعطيله نقدر نقول له تكنولوجيا يستعملوها موجوده هنا في قطر، وممكن حتى دكتور محمد يعرفها. نستعملوا كاين حاجه اسمها instrumentalized roads، فانت تاخذ الطريق and you put sensors في الطريق. احنا مثلا نستعملوا هنايا بلوتوث sensors like beacons، نوضعوهم كاين موجودين في كاع الانحاء المدينه. كي تكون تصوب الطوموبيل تاعك، اذا البلوتوث تاعك شاعل تاعك ولا تاع الطوموبيل تاعك فيها بلوتوث، راح هذاك الكابتور راح يقرا الادريس مارك. فمع هذوك اللي سنسورز كامل هم يتعاقبوا فيك بلا ما تفيق. فانت غير تمشي شغل نيتيفلي دي كولكت داتا. واشتغلنا مع شركه اسمها كيوميك، دي ديبلويد هاد السنسورز هذوما. فا اف يو ايماجين بوتين 3 4 سنسورز داخل النفق، سيارات كيجوزوا if they are equipped with bluetooth ولا كاين واي فاي دروكا، واي فاي كايند اوف جيتس يقرا الادريس مارك تاع الهاتف تاعك، نقدروا نستعملوا هذه البيانات من اجل تحديد السرعه، من اجل تحديد السرعه يعني بشكل خاص. باش جسم نكمل الجواب تاع اخ سفيان، كي ندخلوا في كي ندخلوا جينيرالمون، كي تكون عندنا البيانات من الجي بي اس وندخلوا في طريق ما فيش جي بي اس ولا في منطقه ما فيش جي بي اس كما لي تريمي هذو، نسويتو جينيرالمون نسويتو من الجي بي اس ولا لانفورماسيون جينيرال من الجي بي اس للطريق الذكي. داكوغ الطريق ذا ولا الانفراستركتشر، دوك الانفراستركتشر هي اللي تعطيني لي زانفورماسيون اللي يكونوا كما قال اخ سفيان زعما ينقطوا من النقطه ا للنقطه بي. داكوغ سي سا كيسكي سباس. دونك سوا عندنا الجي بي اس كيتمشى في 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 كسمو تاع في الميتر تاع سفيان راه يعطينا لي زانفورماسيون تاع لا فواتور. باغ كونتر كي ندخلوا في بلاصه اللي ما فيهاش جي بي اس ولا جي بي اس ما يتمشاش كما الانفاق وكاع، دونك هنايا نسويتشو للطريق الذكي. والطريق الذكي فيه كثير من لي سنسور ولا لي كابتر اللي كنوا متلاصقين في الجهه اليمنى والجهه اليسرى تاع الطريق، وهذوك لي كابتر ينجموا يجيبوا لنا دي انفورماسيون يبارطاجوها معنا اللي ريكوبيروها ونخدموا بها. انا عندي درك سفيان واحد السؤال في السياق هذا. دونك انتما الان كاع الابليكيشن تاعكم اتس بيزد اون داتا جي بي اس، جي بي اس داتا رايت؟ يس ماينلي. اوكي سو وين وي سويتش تو سمارت كارز اوكي وسمارت انفراستراكشر سو وي ويل جيت مور داتا ذان جي بي اس اوكي، هاو يور ابليكيشن ويل ادابت تو ذيس داتا in your opinion it's if I mean the application leader to the correspondent ou la concurrent quelque part ta Google Maps des informations ta tariq dhaki ou la siyara dhakiya plus عندك les informations ta GPS l'application ta comment elle s'adapte, est-ce qu'elle devient lourde, elle devient plus précis ou la تكون تعاودوا ديروا كاع موديل واحد اخر تاع الاي اي كومون تا سباس؟ Yeah, this is very good question. Very, very good question. And it has to do with something that is called, you know, the which point of view, what is your point of view? In our case, the data is generated by the vehicle itself. السيارة هي اللي تعطي لك البيانات. السيارة كي تعطي لك البيانات ما عندها حتى معلومات على المحيط تاعها. ما على بالهاش السيارة اللي هي مقابلتها اللي هي قدامها، ما على بالها والو، تعرف غير نفسها تقول لك انا موجوده في المكان الفلاني وكل 5 ثواني تعطي لك مكان. في واش راك تقصد كاين وات وي كول في 2 في اند في 2 ار، في 2 في فيكل تو فيكل كوميونيكيشن اند في 2 ار فيكل تو رود كوميونيكيشن، اند سام تايمز عندك رود تو فيكل كوميونيكيشن وير ذا رود كان جيف انستراكشنز تو فيكلز. اند باي ذا واي هذه شغل مهمه جدا، لانه الناس هم يشتغلوا الحين مثلا كي تكون في فيروج مع الفيروج هذاك يولي خضر، شت كي تبداو الناس يصوني باسكو هذاك ما شافوش ومع ديبطا ومع شغل هذيك تبطا باش ديماري الناس يبطاو باش ديماري. دونك كاين اللي يحبوا قال لك في لي فيروج يولي شغل الطوموبيل تعطي الكونترول للفيروج هو يمشيها. فلو كان الفيروج يمشي الطوموبيل يقدر يجوز طوموبيلات انتيكيتد يعني، فيو انكريز ذا فلو، يو هاف مور فيكلز باسينغ ذا انترسيشن بير سكند. بس ذا اونلي واي تو دو ذات
is to give control to the traffic light within yes. the intersection. معناتها تاك تسوق طوموبيل غير تلحق الانترسيكسيون تولي طوموبيل تسوق واحده مش تسوق واحده والفيروج هو اللي يمشيها. It's kind of very interesting kind of application and I saw some demos about this. الحين just to go back to your question, واش راح يتغير؟ يتغير انه first you have to have a collaboration with the guys who collect that data. فهمني؟ And that data is huge basically. Is you know, نتكلم على magnitudes of you know difference in terms of size. The other thing that's important, something that we don't have, هو volume. كل applications حنايا ولا جوجل, we don't know how many cars are on the road. وهذا الفوليوم هذا تقريبا تهدر مع اي واحد يخدم في traffic engineering يقول لك انا ما تهمنيش سبيد, اعطيني الفوليوم شحال كاين من طوموبيل. ما انا I figure it out of myself. Yeah. With the technology that you are mentioning, we can get volume. نعرف شحال كاين من طوموبيل. I would know how the volume is moving. نفهم الـ what we call هذيك ال wave shock, الموجة تاع لا كونجيسيون كيفاش تمشي كيفاش تتحرك. ف I think we can definitely improve the accuracy. However, we will face problems with scalability لأنه الداتا راح تكون massive. Yeah. وراح يولي تاني عندنا مشكل واحد اخر هو تاع velocity. You know, when you get data, like massive data every like 2 seconds, maybe you wouldn't have time to digest the data in time to make decision. يعني تجيك داتا. Yeah. By the time you are done with the process of processing your data, time has gone and new data has come, so you don't have the time to apply what you learned. And this is the big data problem. Yeah, I mean, people, they think it's a concept. It's actually the 3 V's problem, the big data problem. Yeah. And I think anecdote برك سفيان واحد النهار كنا احنا نديرو hiking. دونك ديت الجروب تاعي يعني التيم تاعي باش نتمشاو just to talk it straight back تيم بيلدين وتمشينا في الطريق هنا في سيليكون فالي باش ندخلوا لواحد البلاصه فيها يعني هايكينغ تريل وشفت في التليفون هكذا شفت بلي كاين ترافيك الوغ كي يافي كون ونتمشاو سو ذا جوجل ماب واز ثينكينغ ذات اتس خاطر كانوا كامل عندنا تليفونات و اور جيميل اكونت از اوبن مينز ذات في جوجل ماب اتس اكشولي ا سبوت اتس اكشولي ا كار فور ذم فور ذا جوجل فور جوجل مابس اتس ا كار ودار ترافيك وحمراء كنا like 20 people and I felt it like it's very يعني the concept is very stupid يعني برك باللي okay it's actually solving a problem باللي okay I can show باللي هنا كاين traffic بس at the same time it's very simple it's very basic concept it is and actually you know Murad هاد الاكزامبل هادي عطيتي تو I like to think of things like in the big scheme right yeah هاد الناس خلوه مثلا في الداتا اللي يحب يدير data science AI machine learning you know big data لازم يعرف هذا المشكل. Yeah. Relying on data comes at a cost. نعطيك مثال. Waze كاين فرق بين Waze و Google Maps. هما دوك Waze شريتها Google Maps يعني تابعة لجوجل. Yeah. ولكن they kept the two entities separated. Waze is very aggressive in the way they use data. فهما Waze ياخذوا GPS data يناليزيوها ويعرف شحال راه ترافيك immediately they reflect it on their map immediately. They create roads from GPS data كيما نديرو احنا. What happens? واحد كان يسوق العام اللي فات في اليو اس بعتوه في الليل بعتوه الفروزن ليك واحد الليك كونجلي ولا كونجلي مع طاح داخل غرق سلك العماسق علاش عرف جو سلكوه كامل. The reason why that happens of course تقول كيفاش ويز عنده رود لتما كيفاش قالوا turn right ولا turn left في هذيك البلاصه سيرمون كان واحد راح يتزحلق في هذاك الجليد هذا وكان داير ويز كان فاتحها هما ديف داتا بوينتس they didn't classify maybe they have classifiers working classifiers ما عندكش classifier that works 100% عندك دائما accuracy يعمل precision recall فعندك دائما false positive false negative فتقول عندي good classifier يقول لي whether this is a vehicle is it a bus a truck whatever ولا pedestrian واحد يمشي بصح كي تغلط تقول عندك مثلا 95% accuracy عندك 5% error طلع لك واحد كان يمشي frozen lake you labeled him as a vehicle you created the trail طريق and someone was driving وقلت له دخل تما وطاح قريب غرق in terms of PR it was a disaster ولكن what that tells us انه automation needs to be very carefully thought لما تقول لنا everything should be data driven انا ناخذ data ونديرهم real time you know, شغل ريسبيري. Slow down. Yeah. Think about the implications. You need to take sometimes you don't want to do that. You don't want to show people. تفضل.
سي بور سا ان فيت حتى مراد دروك قال بارابور ذا كوانتم كومبيوتينغ وان اوف ذا ابليكيشن ذات ار تارجتينغ هي الفيكل سمارت فيكل اند سمارت اند اوتونوموس فيكل ان ذات واي. الهدف هو ان كاع لي دوني اللي نجمو ريكوبيروهم في القريب العاجل في 5 سنوات ولا 6 سنوات من السمارت سيتيز ومن السمارت انفراستركتشر وسمارت كارز وي كان like process them in a very very speed way in order to take in order to integrate the learning in the results in the output of the result. This is why هما قال لك بلي transportation they will the transportation smart transportation if you want غادي تدي ولا تربح كثير من quantum computing using وشوين تربح في الداتا. دونك هما غادي لي دوني بزاف ونقدوا البروسيسو هذوك لي دوني وبالخف نقدروا انتيغرو لي ريزولتا في الليرنينغ. ذات مينز الاوتبوت كان بي لايك ابديتد افري اي دونت نو لايك 1 ديفايدد باي 1000 سكند ولا ملي. وثاني كاين حاجه واحده اخرى سفيان, when we talk about self driving cars most if not all of the self driving cars they have GPUs. اذا تكلمنا على تسلا for example they have a T4. على بالي باللي تسلا they have a T4 GPU within their latest self-driving, يعني electric cars. لماذا they are semi self-driving cars. So to find a way to calculate or to do the compute for the GPU's cars, لازمنا meta computing because it's not going to be enough. لأنه سواء السرعة تاع ال cars هذيك والcommunication. Of course, we can use the GPU هذاك تاع cars هذاك to communicate to connect with other cars. But we need a monitoring system that can faster than all of them. وهذه هي المشكلة الكبيرة. وكان واحد سؤال عجبني هنا بزاف because it's very basic. وفتح نديره كسؤال آخر وممكن فيه فلسفة هنايا. قالك من بين هذا حبي يحرش بي هذا من بين أشد الأخطار التي راحت في دول تبعت البيانات. هضرت هذا وقلك شوف الإمباكت راح ذوق تروح عليان التبعية على البيانات. قالك هل ازدحام المروري, يعني نشكره هذا أيزبار حمزة دايما معنا, ازدحام المروري متعلق بالإنسان, أي لو أن السيارة التي في الطرق جميعها ذكية القيادة فلن يكون فيها ولا لا يكون هناك ازدحام. هذا ممكن سؤال فلسفة تعال باك. Very good question. سؤال هايل. سؤال رائع. سؤال رائع وسؤال timely. يعني لو تروح الأي كونفرنس تركة تاع ال transportation they try to answer this question. يحاولوا يجاوبوا على السؤال. السيارات شوف كما قلت مورد. نحن لو نتخيلوا أن السيارات ذاتية القيادة راح تكون راح تحدث راح will happen. راح تكون مرحلة ولا راح نكون طريق مشترك بيننا وبينهم, يعني راح تكون كإنسان وبينهم هما كذاتية القيادة. هذيك راح يقولك they think it will be the worst time for you know for driving and for traffic. However, لو كان يقولوا قاس سيارات ذاتية القيادة ما فيها حتى شك أنه راح تولي الزحمة المرورية أقل. ما كانش شك في هذا الشيء, زعما مستحيل ما تكون صح. لازم تكون صح شغل باش تقول عليه تولي you think of road as trail, شغل تران, شغل سيارة تاعك تدخل في تران ما تمشي فيها. You know you drive with a constant speed with very limited distances. ما عندكش الناس هذوك اللي يخلقوا لك الزحمة تخلق. تعرف الزحمة كيفاش تخلق؟ you will love it والله العظيم. تعرف الزحمة كيفاش تخلق؟ واحد يكون يسوق في الطرق. I read it in one of the seminal articles على الترافيك congestion modeling. يسوق ومعدي يخرج له مثلا يخرج له أرنب في الطريق فهذي بريك تفريني فما تفرينيش كامل تاك تمشي 120 كيلومتر في الساعة تحبط السرعة تاعك ل 80 كيلومتر في الساعة باش يخلعك تخاف من هذيك الأرنب وتروح. انت دوك هذه وين درت هذه اللقطة؟ درتها في دار بيضاء قدام الايروبور هاك رايح الألجي فرينيت وكملت ومعد لي موراك يشافك فرينيت هو تاني بريسكومون يفريني ومن بعد يفريني بتحب تاني فريني شوفك راح تكمل يروح معك معناتها يحبطوا من 120 ل 80 ويعاودوا يروحوا. ومعد كاين سموها الموجة, سموها شوك ويف. هذيك الموجة واش تبدا دير؟ هذيك الموجة تبدا تحبط تلحق حتى البدواو. في بدواو يولوا يحبسوا كومبليتمون, يولي يحبس وما يعاود يديماري, يحبس ويديماري. ومع هذوك اللي راهم قبل البدواو هذوك اللي جايين مثلا من نقول بومرداس ولا توصل تروح حتى يكونوا حابسين.
هما دوك يمشيو 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 يحقوا دوام يلقاوش اكسيدون. نقول لك علاه علاه زعما قعدنا ساعه ما كاين والو. There is nothing. There is one thing. واحد الارنب جات فيه دار بيضاء واحد فرينا وعاود مشى. فموست اوف دي ايلا هذا سيناريو هذا الارنب 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 فات الارنب فات في الدار البيضاء والموجة توصل للوهران توصل للوهران توصل ليه وتحصل ومن بعد الناس راهم يحبسوا يحبسوا في بلاصه ما عندها حتى ومن بعد نقول لك اميزين ثينغ وشنو هو في الجانب الاخر تاع الطريق صرا لا ميم شوز باسكو الناس يبداو يشوفوا في الناس الوغ هما ما عندهم والو في الطريق تاعهم يبداو يحبسوا في السونس اوبوزي دونك انت كي تخرج من سيكولاسيون تشوف لي منين تخرج في سيكولاسيون ما كانش اكسيدون فايت ذيس از هيومن فهمتني السيارات لو كانت تخلي سيارات اوتوماتيك ما يصيرش هذا المشكل يحبسوا في دي مارو غاكي صرا ويف انستانتينيوز ويف تاع تقلع يو سي وات اي مين سينكرونيس جا يكون سينكرونيس Because V to V, all are communicated each other. ولكن خلينا نقول حاجة واحدة أخرى. نقول له بقى حاجة واحدة أخرى زعما مهمة جدا. There's a big trend الآن في ال urban computing. إحنا درنا paper هاد العام في science advances. زعما one of the best papers اللي عملناهم. من عارف نخدم. Concept تاع 10 minute cities. دوكار بزاف دول في العالم. دي في الكبار كيما مثلا مش أنا كيما لندن ولا باريس ولا نيويورك ولا. حبوا يطوروا اللي فيل تاعهم رجعوهم 10 مينيت سيتيز واش معناتها 10 مينيت 10 دقائق مدن ال 10 دقائق معناتها لازم المدينه تولي اي واحد يسكن في المدينه يكونوا كاع الامور اللي يحتاجهم within 10 مينيت على بعد 10 دقائق مشيا بالاقدام ولا بالفيلو بالدراجه بايكيا معناتها لازم يقدر يروح المستشفى يروح عند الدونتيست يروح للطبيب يروح يشري يروح يخدم الخدمه تاعو لازم تولي 10 دقائق بعيد عليه فذلك كاين موفمون كبير موفمون فكري في الهندسه وفي العمران في الاوربن في الاوربن بلانينغ انه قال لك وي بيلد اور سيتيز ان ذا رونغ واي وي بيلد ذم فور كوميوت فوي نيد تو ديكونستراكت ذات لازم نرجعوا الناس ما يسحقوش يسوقوا باش ما يدخلوش في الازدحام في البندول الكبرى في امريكا مثلا نيويورك مثلا شيكاغو كاين لي استيميشن بين بالك 45% 75% تاع الزحمه المروريه يسبوها الناس اللي يقلبوا على الباركينغ تدخل المدينه الداون تاون تروح مثلا تروح للعاصمه الالجي وما تلقاش وين تباركي واش دير تبقى الدور هذاك انت هاك الدور والاخر هاو يدور ذيس كرييت 45% تاع الزحمه المروريه في المدينه فلو كان الناس ما تريش حق تباركي لو كان تكون عندك اوتوماتيك فيكل تحبط تروح كي عندك اوبر تحبط تروح ما اوبر مازال ما درناش واش لازم صح تقريبا فايت انتريكيتد بروبلم هذه الزحمه المروريه وناس عم يخدموا باش يحلوه مع عده جوانب وعلى بها يقول لك وعلى بها يقول لك سمارت سيتي يعني when you try to build a smart city 50% of the smartness is going through the smart parkings so if you solve the problem of parkings وهذه راح نسالك سؤال عبك نكملوا معك هكذا سفيان راح نكملوا اللايف تاعنا ولازم نكملوه السؤال هو عبك انا الفيديو تاعك الاولانيه اللي شفتها سفيان شفتها في الجير سمارت سيتي وكثير صحيح. من الناس الآن يبوزوا لي كيستيون يقول لك اسك هل من المستحيل ولا في المستقبل نقدروا نديروا من الجزائر العاصمه كعاصمه الجزائر ولا مدن صغيره اخرى ولا مدن كبيره مثل وهران ولا قسنطينة عنابه هل نستطيع اليوم نقدروا نديروا لتس نبداو من الجزائر العاصمه مدينه ذكيه في الجزائر سؤال بصراحة لا ولا صراحة بدون مجاملة بغير إذا السؤال هل يمكن الجواب هو نعم يمكن إذا السؤال هل فيه نية الجواب هو واحد ما يعرف إذا السؤال هل نحن هل فيه تخطيط لها ما فيش تخطيط لها ما نقدروش نتكلموا على smart cities كاين أمرين for smart cities there are two things very important fundamental things One is the infrastructure. You don't have network. You don't have the bandwidth. ما عندناش انترنت. ما كانش. تقدروا دي سمارت سيتي. الانترنت تاعنا تكفينا سوا سوا قسم رانا نكونكتيو شويه. يعني لو كانت تزيد دير داتا ترانسفير تاع كاع دوك السنسورز اللي تسحقهم الاي او تي يور نتورك ويل كولابس. ما تقدرش. فوي دونت هاف ذا نتورك انفراستراكشر. ذا فيرست ثينغ. ذا سكند ثينغ وي دونت هاف تراست. ذير از نو تراست. تراست كيفاش تقول بالعربيه الثقه. ثقة ما كانش ثقة انت يا ما تقدرش تدير ثقة in the system in the tool in the direction in an order in recommendation in the policy you don't trust we don't trust we don't we يعني of course الثقة يعني and we should be very clear about it
لما نتكلم على الثقة، هي ثقة بين المواطن وبين الدولة، بين الحكومة. هذا لماذا smart cities are extensions of e-government. e-government is not there. انت باش تروح لازم تطمبوني الورقة تاعك، يعني انت ماشي دائما تثقش فيهم، هم بيثقوش فيك. اكسيدنيسونس لازم يطمبوني، لازم بري، لازم ثلاثة يطمبوني. ما تقدرش دير ثقة مثلا انك you print something and that's it. We don't trust electronic signatures. We don't trust document. We don't trust who you are. وهذا لازم يتغير هذا الجانب. يعني اننا نقول له ديروا ثقه في التكنولوجيا. انت مثلا تخلص البيل تاعك نورمال، زعما هو ار يو، يو ار ذا جاي هو هاز ذيس فون نمبر. معناتها انا كنقول لك ام سفيان عبار هاز ذيس فون نمبر، خلاص مش لازم نجيب لك اكسيد نيسونس ونزيد نجيب لك عبسه طامبونيه ونزيد. يو سي وات اي مين؟ بيروقراطيه governance. People think that everyone is here to corrupt something from both sides. هذا يقول لك هذا يثق ويخدع، هذا يقول لك ما مشي يديروا ثقة يستغل خدعة. يستغل حبي يستغل سيستم. Yeah. So we need to trust. And once you get the trust, if it will open. And what is happening? What's interesting في الجزائر؟ قلت لك مقبلة when we were off. When you centralize everything, decentralization happens. ما تقدرش تشد. لما تتحكم كلش في يدك you can do everything. So people will look for opportunities. هل بدأوا ناس يعملوا startups في الجزائر؟ I think yeah, people started. They are trying. There are like young people, young companies. They are trying to do things in transportation, in health, in you know, in environment. نعرف ناس داروا IoTs to assess the quality of water in different lakes in Algeria. People are trying without any guidance, without any legal framework, without anything. They are not expecting anything. Where can they are doing it? لماذا؟ They have access to the internet. They see people outside. They see, you know, success stories. They want to replicate them. So هادو, and I believe هادك الإيفنت اللي صار في الجزائر تاع smart cities, I think it was initiated by people who were working on the ground, and then the authorities tried to, you know, they took it and they tried to not to exploit it. Well, again, it was a win-win kind of thingy, but they kind of they used something that was already on the ground. They didn't start it. They didn't seed it. It was already seeded. People have already started working on things. They laid the ground. What do people, they did it in, كما قلت انت مقبل, they wrote بطريقة in individual way. So these are like personal initiatives. كل واحد حب يدير حاجة دارها مع جروب, واحد دار incubator, واحد دار startup, واحد دار شركة, واحد دار application, واحد دار mobile application. And then things started building up. Noise came to the authorities. Kind of, why not? Let's try it. It will happen. I'm sure الجزائر حتحسن. And by the way, Tani, it doesn't take time. Once came political will, لما تحدث, لما واحد يقول لك خلاص حيب نديرها, it can happen within a year, within 2 years. لماذا؟ لأنه هذا الأمور ولو سهلين بشكل ما بكري. Technology is there. You just need the will. You know, you decide, call, I want to do this, and you can do it within 1 year. كما داروا الدفع الإلكتروني, قريب داروه, زعما قريب ندار في أسبوع. Yeah. And it could have worked. لانه الخطر اللي فات انا كنت مازلني نعاودها, تكلمتها في مباشر اخر ما نعرف وقتاش, رحت للجزائر, رحت لشرشال, لقيت كامل الطرق مقطعين باش يديروا لا فيبر, خلك يديروا لا فيبر, يديروا لا فيب قالوا كو تكنولوجيا واحده اخرى جات, لماذا تقطع الطريق؟ وساعات والله طريق دير جديده داروها والشعب تاعها فرحان, وفاينلي عندنا طريق مسقمه, جاوا قطعوا لهم قالوا لهم ديروا لا فيبر, ومن بعد ما يغطيوش هذاك الكودرون كيما لازم, ومن بعد تصب الشتاء وتقطعوا الطريق تروح تعاود كيف ذا سيم ثينغ. انا نقول انه خاصه في المدن الكبرى لازم وين كاين كثافه, على بالنا باللي 5G تتعامل كثير بالكثافه باش تكون انترنت مرتبطه كثير. دكتور محمد كاش ما تزيد حاجه واحده اخرى لانه لازم نكملوا. انا بغيت نزيد الميساج على تاع حمزه, هذه شفتها لماذا المملكه النمل عبك, هذه نكون اكتيها لواحد الانسان عقامه جزائريه جبته من قبل دكتور سفيان, جبته هو البشير حليمي. بشير حليمي هو اللي عرب الكمبيوتر, هو اللي كان عنده فضل كبير في تعريب الكمبيوتر, ولما اعطاني الحكايه كيفاش قدر يعرب الكمبيوتر خاصه باللغه العربيه في الكمبيوتر كيفاش نكتبها, قال لي جاتني الفكره من كان يسكن في مدوروش, ومدوروش فيها واحد ستاسيون تاع التران,
دونك كانوا لي فاغون هذوك لي فاغون متلاصقين وساعات كي التران هذا كيروح يخلي دي فاغون يتبدلوا دي فاغون ايتترا دونك فيري شاف هذاك الكونسيبت عجبو بزاف وهذاك الفاغون قعد له فيه مخو كي جا باش يعرب الكمبيوتر في الالغوريثم تاعك قال له قال دار دي فاغون تاع الاخر يعني العين حرف العين يحطوا في فاغون وبعد باش يلصقوا ساعات العين يتلصق باش يقدر يتلصق والعين كي يجي في الاخر لازم يا اكزاكتلي سو سبحان الله داها هذيك من الصغر تاعو ومن بعد تويتر قدر يدير حاجه كبيره بهذاك التخمام وهذا السؤال يشبه شويه لماذا لا نشوفوا مملكه النمل كيفاش يديروا يعني كيفاش هاو دي مانج ذا بروجكت تو فيكس ذا بروبلم اي لايك ات حمزه ازبر هذا شكرا للاخ حمزه هذا اليوم راه فيلسوف كبير ما لقاش يتعشى شكرا حمزه راه يقول لك حمزه قال لك لماذا في مملكه النمل يعانون من ازدحام المرور رغم العدد الهائل والطرق المعقده عندما لاحظهم الاحظهم سلاسل المعلم محمد هذا هو المعلم وي اتس ايديا سي فري الملاحظه شوف الملاحظه هي الحيه الاولى تاع الباحث ولا الشاشه اللي تلاحظ تلاحظ ابارتير من الملاحظه تقدر دير والليكزومبل اللي عطانا حمزه هو كثير مليح باه يعطينا ليدي تاع الملاحظه يونيك وي نيد تو تشيك لا فورمي دي لا فورمي دي كولوني دي فورمي راهي ابروش كبيره مستعمله في الار او ار او وير يعني اذا ما باش حمزه قدام المجوله لا هذا النمل يعني وطريقه حركه النمل وطريقه ايجادهم للاكل يستعملوه كثير في الار او في لا روش اوبيراسيونال زعما الالغوريثم تاع لي جوريستيك لي ميتاوريستيك استحام السيارات وعلاش النمل ما عندهمش هذاك اللي يسوق هكذا راقد ويحب يدير كل فاصون ماشي في الصف كاع سرعه واحده فين ما كيف يكون ازدحام انت تاني عندك الكونسيبت اوف كار انت اكشلي يو اس يو نو مراد ذا كونسيبت اوف كار از اسوسييتد وذ ذا كونسيبت اوف فريدم في امريكا الناس يحبوا السيارات اللي عندهم معلومات على ليبرتي وكان نركب الطوموبيل تاعي ندير واش نحب نروح وين نحب في الأوروب عندهم فكره مختلفه يستعملوا فكره يقول لك زعما عند دي هاد بابليك ترانزيت في الأوروب يحبوا يركبوا في المترو يحبوا يركبوا في التران يحبوا يركبوا في البيوس الناس يحبوا الطوموبيل تاعهم الفكره تاع الترانزيت كان ما تركب في المترو ولا شغل اللي فورمي شغل تركب في المترو هذا المترو يديك شغل ما عندكش انت امباكت على حركه تاع المترو فايت اوتوميتد ات جوز ات ذا سيم سبيد ما كاينش ازدحام تاع المترو ميساج ازدحام في السيارات كاين لا ليبرتي لو سنتيمون دتر ليبر انت دوكا لو كان هادو تولي كارز يولو كاع اوتوميتد وات از ذا بليجر اوف درايفينغ وي ويل لوز ات ميوليش عندنا حنا في الجيب خمم بين الاوتوماتيك والمانيوال كاين بزاف ناس يقولك لا المانيوال يعطي لك بلوس دو فولفيلمنت زعما الاوتوماتيك تسوق واحد هذيك طوموبيل ما تجوش لي فيتاس ما طمريش وكذا I don't know. I feel that it's our nature. This is how we are. There are different cars. They go with different speeds, different sizes. Yeah, and أنا كان عندي اختراع. كان عندي interview مع Samsung اختراع. كانوا جستمو يحوسوا على واحد اللي inventors يعني. وكان concept إنه قال لك إنه the future is going to be الناس عندها Ferrari ولا car اللي speed تاعها كبيرة وعنده self-driving car تاعه. It is going to be actually transportation will be as a service, كيما software as a service, platform as a service. It's going to be a car as a service. في الويكند ما يستعملش ال car as a service. يحطها في الباركينج. Yeah, there is a central parking في city هذه smart city. ومن بعد مع الصبح هذيك اللي فواتير يروحوا كامل الكوميوت تاعهم يروحوا للديار كل وحدة تولي application. You request your car. It can be a different car. دونك كيما اوبر بصح without a driver تجي ترفدك تديك الخدمه وتعاود تولي الباركينغ تاعها ولا كاش واحد عيط لها ذا سيم تايم the car will take you to work and بعد the car will go to the second customer and so this way دونك this is the way how they see it بصح كيما قلت نتايا كنت انا في واحد الكونفرنس لي تاع انفيديا اللي كان فيها انه ايلون ماسك تما وكان يحكي يجتمعوا على exactly how you see it قال لهم انا of course I'm pushing for it But it's going to be hard for two things. The first thing is the DMV. The DMV here, like when كيما حنا نقولوا الولايه باش تخرج لك كارت غريز. بس كل الله هنا في الامريكان مازال ما هضرناش على السيلف درايفينغ كار. Who is going to punish
the self-driving car in case of accident, crash, who is responsible? Is it the owner? Is it the guy who requested? It's very complicated. وهنا freedom is very, very important. على بالكم في الكوفيد, هنا on plan COVID, les gens ما قدرش تحبسهم في ديارهم. It's freedom. It's the most, most difficult time وما قدروش يحبسوا les gens باش يخرجوا من ديارهم. وما بالك بالسيارة. الأمريكي واللي هو أكبر ممكن, أمريكا هي من بين أكبر الدول اللي تستعمل السيارات, يعني تشري السيارات من العالم اللي, وكان ما يحكمش الجيد تاعو ويدير ستيك شيفت ويمشي بخمير دوزيام سانكيام اتسيتيرا, is not going to feel anything. ف it's very complicated. Yeah, two things, paying the law, and second thing is the culture, the freedom culture اللي كنا نحكي عليها. سفيان, دكتور سفيان, it was a pleasure, amazing يعني discussion. ما حبيناش نروحوا اكثر من زوج سوايع, جوزنا زوج سوايع, ما حبيناش نكثروا اكثر على الناس, وخاصه انت سفيان على بالي تو ليت ذات, وسمحوا لنا الناس اللي درنا ديكلاش تاع يونر. ناو اي نو ذات وي نيد تو موف 9 تاع الليل في عاود 8 تاع الليل, وي اور وي شيفتد باك تو 8 بي ام. ثانك يو فيري ماتش دكتور سفيان. اذا عندك كلمه اخيره للمشاهدين اللي هم يشوفوا فيك سواء في قطر في الجزائر او في كامل العالم, ان شاء الله. والله غير بارك الله فيكم في البداية, يعني نشكركم جدا على هذه الاستضافة القيمة, وصراحة كانت جلسة رائعة جدا وقيمة. أنا شخصيا استفدت كثير, نتمنى أن المشاهدين والمتابعين يكونوا استفادوا كذلك, وآسف إذا ما قدرش نجاوب على كل الأسئلة. اللي حبي داك شو واحد عنده سؤال ولا يقدر يتصل بي أنا, ممكن مراد توضع الإيميل تاعي ولا جنرال من ريبوندي. النصيحة الوحيدة نعطيها الجميع لهم هنا, يعني دائما think about your careers, تفكروا في واش حكوا حابين ديروا, donnez-vous les moyens de vos rêves, de vos ambitions. يعني انت اذا عندك, if you are ambitious, if you want to do something, ما تقعدش غير تخمم بلي you want to do it, give yourself the chance to do it, to fulfill it. فقرا, develop yourself, you know, there are resources everywhere, free resources, you don't need money, go for it, believe in yourself كذلك. وكان عندي واحد الموتو كيكون صغير, كنت دائما كنت واحد الموتو صغير يقول لك start small, think big, and keep yourself focused on your ultimate goal. فانت دائما تبدا صغير, think big, حاول تكون عندك افكار كبيره, واش راك حاب دير في المستقبل 50 الى 10 سنين, وراك حاب تكون, واش راك حاب تحقق, وقعد focused on your ultimate goal. يعني في الطريق هذيك ما تبقاش تبدل, ما تبقاش تقول ندير هذه وندير هذه, ركز على شيء واحد وخدم عليه, وان شاء الله ربي يوفقك, وكل واحد يوصل, ربي يعطيه اللي يتمناه. شكرا جزيلا, يعني استرد يور سلايد دكتور سفيان عبار, اعطيت نصائح قيمه للطلبه والشباب والمهنيين اللي يشوفوا فينا, وكذلك عبر الميساج تاعك اتس فيري كلير. اي ثينك ما عندي واش نزيد اكثر. دكتور محمد سنوسي, واش كلمه اخيره للمشاهدين اللي يشوفوا فينا؟ شكرا, نشكر ديجا سفيان على الوقت تاعه. It was amazing presentation. احنا تاني تعلمنا كثير خاش تبعت كاع البريزونطاسيون تاعك من الاول للاخير. فرانشمون يو شيرد فيري فاليبل انفورميشنز, كاع لي زابليكيشن هذوك ديرتهم اللي درتهم في قطر, وكاع فيري اميزينغ ابليكيشنز. اللي راهم يتبعوا فينا واللي ما شافوش اللايف غادي يكون في مباشرة سيليكون فالي اليوتيوب شانل, في مباشرة سيليكون فالي تنجموا تعاودوا تولوا وتشوفوا لي جون اللي جاوا روطار ولا اللي ما لحقوش على البريزنتيشن تاع الاخ سفيان. نشكروا كاع المتابعين تاعنا, ونقول لهم باللي شفت وحده تقول لك كاين الجزء الثاني, غادي يكون الجزء الثاني والثالث والرابع, احنا غادي نهضروا على حبوا شوفوا سفيان, حبوا شوفوا سفيان مرات اخرى ان شاء الله. احنا غادي نكملوا نهضروا على الاي او على الساينس على التكنولوجي حتى تكملوا يمتنا. This is our goals ان شاء الله. شكرا, وشكرا لك مرادي في نعطيك الخط. شكرا, يعطيك الصحه دكتور محمد سنوسي. اشكر الضيف تاعنا, يعطيك الصحه دكتور محمد عبار. نشكركم على دكتور سفيان عبار عنده فيسبوك بيج, ماذا بك تهجموا عليه في البيج تاعو في الفيسبوك, وثاني لينكدين تاعو. الناس اللي حبت تتعلم الموبيليتي, ارتفيشال انتليجنس, بيج داتا, كامل التخصصات, عنده خبره كبيره الدكتور لهذا راه معنا. وكذلك راكم شفتوا يعني الحوار شحال كان شيق, يعني موالف في الجزيره الله يبارك لهذا كانت فيري فيري ايزي وفيري يعني فيري سموث. يعطيكم الصحه, شكرا جزيلا. ما تنساوش ديروا سبسكرايب على يوتيوب شانل تاعنا مباشره سيليكون فالي, فيسبوك بيج كذلك, وكذلك ليميتلس ليرنينغ, وما تنساوش كيف قناه النخب على اليوتيوب كذلك مع فيسبوك بيج تاعو.
تابعونا. مازلنا نديروا يعني اديشنز ولا فيرجنز واحد اخرين تاع البوتكامب هذا تاع ارتفيشال انتليجنس حتى كل واحد في الجزائر يولي يسمع وشنو هو ذكاء الاصطناعي اتليست وكذلك يتخصص باش يعرف. ونجيب لكم ان شاء الله مختصين في مجالات كل المجالات العديده اللي في الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. وترقبونا ان شاء الله في قريبا مع فيديو اخر في الذكاء الاصطناعي وكذلك فيديوهات اخرى للناس لنخبة الجزائرية لنجحة في الخارج. نقول لكم شكرا جزيلا، شكر خاص جدا 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 للدكتور سفيان عبار عبر الوقت تاعه هذا واللي ريح معنا إذنت ليت يعني راه وقت متأخر، وكذلك المشاهدين تاعنا راهم يشوفوا فينا كم المشاهدين أوفياء تاعنا قاعدوا دائما مع مباشرة سيليكون فالي. سلام. تمام وعليكم.